نحن عرب سوريين أقحاح منحب وطننا وكرامتنا غلية علينا. في ترابط رهيب بين الجوليني وبين الأرض. في عندنا كم واحد اللي انشروا بالمصاري أما عقابهم عسير كتير كتير عندنا. أو مجرد وجودك كعرب بهاي الأرض بيخلقك كند للآخر اللي هو مستعمرك أو محتلك. اليوم عن كمان يعني أنت عم تشتغل وغيرك عم يشتغل وغيرك عم يشتغل عليك غيرك كيف هو بده. استعنا كوسة ما جبنا سيرتها بالتسجيل لكن موجودة وبتمنى أنه نأكل قبل ما تتسهل. أهلا وسهلا فيكم بجولان العربي السوري المحتل. نحن أنتم بتجوا على بيوتكم نحن أهل لكم أنتم أهل إنا أهل أعزاء جميل. أهلا وسهلا. مية مرحبا. يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. في البرنامج هذا بالعادة أنا بترك الضيف يكرمنا وعرفنا نفس على نفسه كما يحب. فؤاد مسعود من هضبة الجولان العربي السوري المحتل. والنعم. تسلم. بس منحب التفاصيل أكثر. بما يخص شو؟ بما يخص جولان، بما يخص حضرتك، بما يخص نشأتك. فكرنا بالتفاصيل قصة حياتك. نحن بالجولان قسم من سوريا. نحن عرب سوريين فصلنا بال67 من الأم سوريا احتلنا دولة إسرائيلية احتلتنا هون وانفصلنا عن أمنا. نحن عرب سوريين أقحاح منحب وطننا وكرامتنا غلية علينا ما نتعدى على حدا ولا منقبل حدا يتعدى علينا. حياتنا هيك منحب الأرض والعرض منحافظ على عرضنا وعلى أرضنا وعلى على على حياتنا وخصوصيتنا ما منقبل حدا يتعدى علينا أبدا أبدا أبدا. واللي بتعدى علينا مندافع بكل قوانا عن كرامتنا وعن وجودنا بالأرض. هيك يربينا هيك علمونا أهلنا هيك علمنا الوطن سوريا هيك علمتنا إنه نحن نحافظ على أرضنا وعلى عرضنا وعلى كرامتنا وجودنا وثبوتنا بالأرض. بالجانب الثاني جربت أو رح أجرب أسألك كيف بتحبش يتم تعريفك أو وصفك؟ نعم كيف بتحبش يتم تعريفك ووصفك؟ وصف في أوصاف وفي تعريفات بالعادة الناس والإعلام والناس بمحيطنا هم بيسقطوها علينا أحياناً بتزعجنا أحياناً بتكونش تشبهنا. فبجرب اليوم كمان هيك بمصاري برحلتي بالجولان أعرف أهل الجولان من شو بنزعجوا بالأوصاف والتعريفات. أهل الجولان بينزعجوا من كل إنسان بيتعدى عليهم لأن مثل ما قلت بالأول إنه ما متعدى حدا وما منقبل حدا يتعدى علينا واللي بيتعدى علينا بكل قوانا من دافع عن كرامتنا وعن وجودنا وما متعدى على حدا نحن ابدا 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 من دافع عن حقنا عن كرامتنا بكل قوانا. طب انت عمي بلشت تعرف حالك كجولاني؟ انا من الاصل سوري وجولاني من وقت الفطره. هلا ما في بالفطره في حادثه او قصه خلت الجولان اللي جواك يعني هو يتعزز ويصمد ويصير بهذه الصلابة. أنا عسكري أنا خدمت عسكري بالجيش العربي السوري وكان لي شرف كبير خدمت وطلعت يعني متعلم من الفطرة مثل ما قلت متعلم من الفطرة إنه حب الأرض والعرض والوجود وتعلمت بالوطن تبعي على الحياة إني استمر فيها بصدق بأماني وبشجاعة ورجولي. وين الهون لما احتلنا الجيش الإسرائيلي أثبتنا على الحفاظ على الهوية تبعنا وعلى قدسية الأرض تبعنا وبعد حد اسم حافظين ومهما كلفنا الثمن بكل قوانا منضحي مشان وجودنا وانتمائنا لوطن ولدولة سورية مستقلة.
هلا مياد كان بقول لي انه في عندك قصه شخصيه كبيره من ابتداء من اخوك لحفيدك، ففعليا في قصه وفي مسار لرفض للمقاومه ورفض الاحتلال، انا بدي اسمعها كلها. اخوي راح من هون على الوطن بعد، طبعا بعد الاحتلال، انا جيت بعد الاحتلال في سنتين بعد ما احتلوا هون، انا كنت قلت لك كنت بالجيش السوري، وجيت بعد سنتين ب 67 لا ما بعرف اي وقت بالضبط، راح اخوي ليتعلم بجامعة دمشق، اجوا كل الاطباء تبعه وكل الرفقة تبعه اجوا لهون على البلاد هون، واخوي ما كان يسمحوا لي. بس عندنا شباب متعلمي ومحترمي، انه قلنا له يا اخي اجوا كل هالاخوان اللي راحوا من هون تعلموا بالوطن اجوا، بنا اخونا يجي. قالوا له لبي، قالوا له يا شيخ بدك ابنك يجي؟ قال لهم ايه طبعا ابني ها وغالي علي، بدي يعيش بين وبين اخوته. يعني قبل الحديثة اخوي تاخر شوي وتجوز هنيك وجاب ثلاث اولاد بنتين وصبي. سأجت كل الشباب اللي راحت لهنيك اجت مجوزي ومع عيالها واولادها واجوا لهون. بي حب انه يجي اخوي كمان يعيش بيناتنا. قالوا له لا ابوي بدك يجي ابنك؟ قال له ايه طبعا بحب، كل واحد بحب انه يكون اولاد حده. قالوا له مش كل مناسبة وطنية بدك تكون موجود وتطلع عليها انت وولادك، كل مناسبة انت مراقب هون، كل مناسبة وطنية تطلع عليها. قال لهم هذا اللي السبب بدك تخلوا يجي ابني مشان اني ما تحرموني اني اطلع على المناسبات الوطنية او اطلع من قرار المجتمع تبعي؟ قالوا له اذا بدك ابنك يجي هيك. قال لهم عندي 12 ولد، نحن 12 صبي. قال له أنا عندي 12 ولد، بعتبر أنه ابني هذا اللي بعده بالوطن الله أخذ وديته، أما أنا ما بتخلى عن وطنيتي، عن قوميتي، عن جنسيتي، عن انتمائي، ما بتخلى، أنا بدي ظل هيك. قال له ابنك ظل هيك؟ قال له يظل ابني، عندي 11 ولد هون الحمد لله، ظل بي على هالنمط ها، ونحن تربينا هيك أنه منحب أرضنا، منحب وطننا، مهما صار علينا شو ما صار علينا ما مغير موقفنا. توفى بي، توفى أخوي الكبير، ونحن بعدنا على نفس الخط مشين وما غيرش عن خطها. طب كثير أشياء صارت فعليا، وحجم الإرادة هذا اللي بتحكي عنه يعني مع الوقت بتغير، لأنه في ظروف تعرض لها أهل الجولان، في مخططات طوال الوقت كانت لإدماجهم للسيطرة عليهم لقمعهم، طول الوقت في اسباب وفي مخططات لتغير الشكل اللي انت بتحكي عنه او شكل العناد او شكل الصمود اللي انت بتحكي عنه، بس انت بينك وبين حالك يعني شو كنت بتعمل؟ ولا بقدر غير، بقدرش، عندي بدمي اني بقدرش. ليش؟ بقدرش ليش؟ هيك من الله بدك تعتبر، هذا شيء بقلبك فكش انت تشيل من دمك هيك وتزته وتهمله، فكش بتضل اني هيك ربيت وهيك بتضل. طبعا انت فعليا شفت جانب من الحياه او جانب من التفاصيل والتجارب اللي نقلتها لاولادك لما ربيتهم فعليا على هذا العناد وهذا الصمود وهي المقاومه، كيف ربيتهم؟ شو القصص؟ فيش ولا قصه اللي ولا حدث الا ما له قصه، ولا حدث بصير الا ما له قصه. القصص لما جينا لهون اجوا بدهم يغيروا لنا الجنسيه تبعنا، قلنا نحن عرب سوري ما لكش علاقة انتو بشخصيتنا تغيروها كيف بدكم، نحن مش ناس حي الله، مش اشياء، نحن بشر ومنعقل وعندنا انتماءنا سوري، تغير تقدرش تغيرونه. رفضنا الجنسية الاسرائيلية وجدتناها وكان عندنا حدث يفتخر فيه رغم انه نحن قليلين العدد لكن كثيرين الصمود والوقفي الشجاعة، يعني إذا بديش إذا بدي أقول لك هيك يمكن إنك تلحظ على الحكي تبعي. نحن قوية كثير، إذا الواحد بده يجي يضطهدنا كثير قوية. من وين جاب القوة هاي؟ أنا عم بدي أحكي لك، أنا حدا في البرنامج هذا لما حدا بقول لي أنا بحب فلسطين بقول له فيش شيء اسمه هيك حب فلسطين، بتعرف أنت كيف حبيتها؟
انت بتقول لي احنا قوي، انا بدي اعرف من وين القوه هاي جاي. يعني هذا الايمان بهذا الحق اللي انت شفت شهدت على سنين احتلال، جيال مياد مثلا ما شهدوا، شهدوا على اشياء ثانيه. فانا لقيلي انت اليوم كثير صعب عليك انك تزرع هذه المقاومه والصمود مثلا بالاجيال الجديده. كل انسان بيدافع عن حقه نحن محترمه، كل انسان. هسه بالضفه ليش نحن محترمين الضفه ومنقدرها ومنحبها وهي بتحبنا؟ لان هن واقفين على حق ونحن واقفين على حق. نحبش نضطهد نحن، وكل انسان بيوقف عند حقه وبيدافع عن حقه وعن كرامته نحن منعزه ومنقدره. ونحن ننقل هالشيء الموجود فينا ننقله لاولادنا. نقول له هيك بينا كان ونحن كنا هيك، طلعناكم نحن لشرط الامان، انتم بدكم تمشوا على نفس الخطوه اللي نحن جايين عليها. اولادكم واحفادكم عندهم نفس الاصرار نفس الاصرار والقوه؟ إذا لو انك لاحظت قبل صار شيء 15 يوم يمكن، لو انك لاحظت، لو انك كنت وشفت الموقف اللي كان عندنا ضد المراوح، المشروع المراوح اللي بدهم يعملوه بالاراضي تبعنا، كان بتقول هودي شعب مش لازم يعيش شعب بالدنيا غير شعبها، لانه بحب ارضه، بحب انتمائه، بحب حد يتعدى عليه، بتعديش حد، بحبش حد يتعدى عليه. فكره الارض لمرحله كانت لسنين يمكن قبل 20 سنه 30 سنه تختلف عن اليوم. يعني حتى فكره العلاقه مع الارض على مستوى فكره الزراعه، على مستوى قديش تعطيك مال، على مستوى قديش حتى فكره الاعمال المهنيه اللي الناس ممكن تشتغل فيها. اليوم الاجيال الجديده كثير صعب عليها تشتغل بالارض، بس ما زال في بالجولان يعني في رمزيه لفكره الارض مختلفه، وهذا مش رمزيه مزارع. فبدي اعرف شو اللي بتورثه فعليا. اذا بدي اقول لك بالنسبه للي من حياتي مش من حيث مياد، ولادي بحبوا الارض منيح، يمكن مياد كمان قبضاي كثير. اذا بدي اقول لك اللي من حيثي اني كل يوم الصبحيات بقوم من النوم من هون وبروح على الارض بشم ريحه التراب، بشم الريحه تبع التراب، بحس انها عم تقول لي اهلين صباح الخير. بحب يعني بحكي مع الارض مثل ما بحكي مع 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 انسان صديق لي، صديق غالي. الأرض غالية علينا كثير، كل يوم قلت لك بروح على الأرض وبحس إنه إنسان. أرضي بيعرفها مياد إنه أرضي تقريبا من منقطعة على الحدود بالضبط، على الحدود بالضبط. لما بروح لعليها لهنيك بحس إني إنه 100 زلمة حد مني، 100 سبع حد مني، لأن بحب الأرض، حب الشجرة بمرة ما حد منا طلع فيها هيك يمكن للأعماق تبعها نظري بصل للجذور تبعها، يعني كيف هي طالعة كيف هيك بعرف، يمكن طبيعة بالإنسان. المخطط الأخير، احنا في كتير شفنا تغطيات إخبارية وتحليلية له، بتفكر رح يمر ولا مش رح يمر؟ نعم، مخطط المراوح ايه رح يتم اسقاطه بالنهايه ولا مش رح يتم اسقاطه؟ يمكن اذا بدي اقول لك بالنسبه لي، وفي كثير مثل حكايتي، يمكن الكل وكل هون ارجل مني بالنسبه لهم مخططها، ما راح يمر غير على دمنا اذا بده يمر. ليش؟ لانه ليش نحن ننزع ارضنا بالمراوح؟ ارض لنا، خصيتنا، بدناش فيها بارضنا. طب بينفع تحكي لي الضرر كيف ممكن يوقع عليك انت كشخص، انت وعيلتك؟ الضرر بعرفش انا كيف بده يوقع علي، اما انا ارض الي بخلي انسان اجنبي يجي يحط لي هالشكل هذا مش عجبني، بدي شيء ولا ممكن نقبل اي شيء يجي على ارضنا غير المراوح. اذا بدهم يجي يعملوا عليها بناء يعني او يعملوا مستوطن عليها، شو بقبل يعني؟ لا تقبلش، انا فاهم هيك، بس قصدي اليوم بدي اجرب افهم بس كل الاثر، اثر المشروع هذا بعيدا عن الحديث الاخباري انه راح ياخذ يقتطع اراضي وراح تتضرر اراضي وراح تتضرر المزارعين، بس بدي اجرب اخذ قصتك انت اعرف مثلا كم راح يتم اقتطاع او كيف نوع الضرر اللي راح يصير عليك او على ناس بمحيطك. التهديدات اللي ممكن تحصل مثلا، حجم الضرر للمستقبل اللي ممكن يوقع عليك، في شيء واضح لك بالمعرفة؟ تهديدات؟ أتسألش قديش في تهديدات علينا مشان يسلبوا أراضينا
ويطلعونا من أراضينا. نحن أرض ما قبل لك الأرض نحبها ومنعزها مثل منعز أولادنا. والضرر جبنا بروفيسوري قالوا إنه هاي بتأثر على صحة الإنسان، بتأثر على جنين تبع الإنسان، بتأثر على التوسيع العمراني لنا وعلى أراضينا. بديش أني أنت تستثمرها وتحرقني أنا، بقبلش. سهني بدهم يستثمروا الأرض، يستثمروا الهواء ويضرونا بصحتنا وبعملاتنا بثروتنا، يعني ما هي معيشتنا من الأرض. إذا بدهم يجوا يحطوا المروحة فيها شو نحن مستفيدين؟ مثال واحد بده يستفيد منها، في عندنا كم واحد اللي انشروا بالمصاري، أما عقابهم عسير كثير كثير. يعني في ناس بتعرف انه محرومين من الافراح من الاطراح من الاجتماعات كلمه منها، ولا بيقضوا باي مجتمع. واسترجعوا استرجعوا للمجتمع وقالوا انه نحن بنفصل العقودي من المحاكم ونرجع لبين العالم. يعني شنو هي العقوبات اللي بتحكي لي عنها؟ العقوبه هي ما في حدا ينسخها من ايدينا او من قلبنا، دينيا واجتماعيا، دينيا واجتماعيا. يعني نحن عندنا خلوات ممنوع يجي على الخلوة تبعنا، عندنا افراح ممنوع يجي على الافراح تبعنا، عنده افراح مرش على الافراح تبعه. هذا بتغرش ولا اي حكومه تقدر تسلخها منه. وهذا في حاله اجماع عندكم عليه لحد هسه؟ يعني ب 82 قمنا ب ب كنا قومين عليه منيح منيح منيح، اما مضيت فتره لا يخلو الامر في ناس صغيري ونظريتها محدوده استغلت وضعها وطمعت بالمصاري. است اليوم هذا عندنا الزمن ل 82 ووحدنا كلمه منا مع بعضنا البعض وقررنا انه كل انسان بده يضل مستمر يمكن ممنوع يسكن بيننا. عم سؤال بقول له بالعادة بالشعارات بنقول جيل بعد جيل رح نضل متمسكين بأرضنا، هذا بالشعار. بس مع مرة تانية بدي أرجع لسؤال الأجيال الجديدة اللي ولاد والأحفاد، بتحس إنه الأجيال الجديدة أعنت منكم ولا أنتوا كنتوا أعنت منها؟ إذا بتسأل الشاب بيقول لك، وإذا بتسأل ولادي بيقولوا لك إنه نحن نحب الأرض. بس أسألك أنت وبن طبعا اني ربيته لسه عندي اولاد اني بيقولوا امتى بدك تخلنا على الارض، امتى بدنا نروح على الارض. عندي ارض بالجنب الثاني بالوطن بسوريا، كل ما بروح على الارض بقول لهم ارضنا هذيك، هن بيعرفوا ايش اولادهم. بعد صرنا 50 يمكن 55 56 سنه بالاحتلال، نحن بيعرفوا ايش اولادي. قول لهم هذيك ارضنا من هيك لحد هون لهيك لهيك لهيك، في ارض نقعيش بقول لهم بعد لنا ارض ورا التلي هاي، في عنا أرض هذي لازم تحافظوا عليها. أولادنا بيحبوا الأرض مثل ما بنحبها نحن، مثل ما بيقول مثل إنه لا تحكي قدام ابنك لا بحب حدا ولا بكره حدا، بس طبعا نحب بدي يحب. بس نحن بنحب الأرض، أولادنا كمان بيحبوا الأرض. عشت تعيش وديمة. تعيش الله يسعدك، أهلا وسهلا فيكم، مشكورين وأنتوا وراسكم عالي انت وراسنا فيكم عالي، أنتوا أهلنا الحمد لله الحمد لله. ونحن بنرفع راسنا فيكم بجهودكم وبوقفتكم الصامدة، إن كانوا من الخليل لا غزة لا جنين للمخيمات. كل الشرفاء، تحية لكل الشرفاء بالوطن العربي. خليك وديمك ويعطيك الصحة والعافية وطول في عمرك يا رب. خلي ديك ضل بخير إن شاء الله. قمار اهلا وسهلا. اهلا بك، يعطيك العافيه. بالعاده في كل حلقه بترك الضيف يعرف حاله زي ما هو بحب. مياد البطحيش من مسعدي جولان المحتل، فلاح فينا نعتبره يعني بسياق وطني اكثر شوي، اللي هي الارض بتعني له كل شيء. بحب التفاصيل انا مياد، تفاصيل كثير. انا شوفوا احنا جايين بالطريق ما سالتكش كثير اسئله صح. انا كنت قاعد بسمع، هلا اجى الدور. ممكن يعني بعتبر كشخصيه مياد اليوم، الارض يعني بتعتبر لكل فلاح جولان هي مثل الخيل الاصيل للعرب،
زمان يعني العربي اللي كان فيش عنده خيل وفرس أصيلي أو إشي بيكون بلا عزوي وبلا سند، لا فيه يغزي لا فيه يعمل لا فيه يسوي. فالفلاح الجولاني هيك بتكون أرض بالنسبة له، يعني مثل الفرس الأصيلي، يعني شو ما بيعتز بيجي على أرضه، أرضه الملاذ الوحيد. يعني يعني أنا مثلا إذا بتضايق بيجي بشكي لسجاراتي همي مثلا، أو بكون مبسوط كمان بيجي لعرضاتي بشكي لعرضاتي بحكي لهم يعني ليش مبسوط. يعني هذا المحل الوحيد اللي هو أنا بحس كل شيء بيدي بالضبط هيك. مياد كيف بتحبش يتم تعريفك أو يتم وصفك؟ حل السؤال. حل أيامك. أولا نحن أول شيء منطقة محتلة، هذه نقطة لازم نتفق عليها، وبقبلش يكون تعريفي يعني مثلا غير مياد نواف البطحيش مواطن سوري درزي بهضبة الجولان المحتل. هيك هيك لازم يكون تعريفي للعالم كله يعني. وشو التعريفات اللي بتحبهاش او اللي بالعادة بتسمعها؟ ممكن مثلا لأهل الجولان بالذات فيش تعريف اللي هي انت مثلا بتسمعيش كثير بتسمعها على اذنك اللي هي بتعجبكش. يعني مثلا الجولان معروف لكل اهل لكن لا العالم يعني، لكن خصوصا بالمستوى المجتمعات العربية هون بلبنان بسوريا بالخليج وين ما كان الجولان معروف شو هو يعني. فيش اللي هو شيء مصطلح بنسمعه اللي هو بيسيء مثلا اهل الجولان، انا هيك بشوف. اوكي، لانه معروفين نحن من يعني اهل الجولان بشكل عام. يعني الرسالة اللي وصلوها ب 82 واللي وصلوها اسا كمان نشاطنا ضد مشروع المراوح هي بتصور صورة كيفي ووافي لتعرف تعرف مواطن بهضبة الجولان. أنا بدي أجرب أحفر أكثر بالسؤال، لأنه بالعادة يعني هيك في ثلاثة أو أربع أسئلة بكل حلقة بسألهم وبخوضهم، بس بهمني أعرف أكثر كمان مش الإشي على مستوى شخصي، إنه كل حدا ببلد بمدينة بقرية بتلاقي فيه إشي مثلا شيء عائلي شيء طائفي شيء اجتماعي شيء ثقافي. تعريفات هلأ مش بالضرورة إحنا مش ناطقين باسم الجولان، عم نحكي عن مياد. فمياد أكيد فعليا احتك وإنت ناشط وتفاعلت وكنت جزء بالإعلام، وإذا بنحط مياد فعليا بنبحث عنك من لاقي أخبار أو من لاقي تفاصيل أو تعليقات موجودة عنك. فبحب أسمع أكتر بجانب التعريفات، واضح لي التعريف الصلب اللي انت حكيته، بس بحب اعرف هذا التأكيد الكبير كمان عم بنفي تعريفات اخرى ولا لا؟ مال معلوم. شو بنفي؟ بنفي انه نحن اول شيء نحن مش دروز الشمال، مش دروز الجولان كمان بشكل خاص، نحن منطقة محتلة اللي هي كانت ارض سورية وبعدها يعني ارض سورية، يعني هيك بعتبر يعني كمياد بحد ذاته. يمكن بحكي برأي أغلبية أهل الجولان، بديش أقول كل أهل الجولان، بس أغلبية أهل الجولان لليوم بيعتبروا حلول أنهم سوريين، سوريين معنى الكلمة سوريين. يعني نحن هون اللي بيطلع مجدل شمس اليوم بيشوف تمثيل لسلطان باشا. سلطان باشا ما كانش بس زعيم درزي، هو الدين درزي، بس هو صاحب مقولة الدين لله والوطن للجميع. كمال جنبلاط، كمال جنبلاط مش بس كان درزي، كان فيلسوف على مستوى الوطن العربي كله. اسعد كانج قاد الثورة هوني ضد المستعمر الفرنسي، كمان كان درزي بس كمان كان وطني وبيعرف حاله كسوري. طيب في قصة عند كل فلسطيني هيك كمان، يعني بتعرف تقارب هو بالآخر. أنت يعني أول ضيف سوري بسياق سوري، يعني بالعادة حتى الضيوف العرب بكونوا بسياق فلسطيني، بس أجرب ودائما بكون في علاقة بالسؤال مع فلسطين، بس بدي أروح فيه لمكان تاني. أنت بتأكد كتير على هويتك الجولانية هويتك السورية، بس حتى هاي شكل الهويات بالعادة بكون في حدث أو قصة أو تفصيل ما اللي عززت هذه الهوية عندك.
أو حلو. صنعتها وأنت يمكن بنشأتك وبظن بالجولان الإشي بيشبه فلسطين، يعني كيف تدخل هون في كل شيء عم بحكي بالجولان وسوريا، بس أكيد صار في حدث أو قصة اللي نقلت الهوية لمستوى تاني عندك. أول شيء يعني من أنا وصغير يعني أنا أبي ناشط بمجال يعني هو سوري يعني هو وكاتب يعني وخرج دمشق يعني من أنا وصغير يعني بشوف عنا بالبيت عم يحكوا يعني أحاديث، حتى الأحاديث اللي بتكون هي شو صار بسوريا من ناحية اللي صار يعني شو عم بيصير بالجولين، حكايات عن الإضراب يعني. أنا كمان حتى جدي كان قبل أحد الداعمين يعني للإضراب اللي صار ب 82 هوني، فأنا من صغرتي شفت الأمور على حقيقتها يعني التضييق من ناحية عمل يعني. أنا أبوي كان يروح على الشغل يجوا لي يكحتوه من هو بنص الشغل، منو يشتغل يا بياخذ الجنسية يا بيش منو يشتغل، وظلنا وقفنا يعني وما أخذنا الجنسية. إذا كل الأحداث عم بتصير قبالك من أنت صغير فأنت بتكون بصورة براسك عن جرائم عم بتصير بحق مجتمع اللي هو مش مبين ومش اخذ حقه يعني. مثلا فلسطين تحت اذا بصير شيء كل وسائل الاعلام تنزل لتحت تغطي، بس بالجولين القصص المخفيه هوني يعني بيحكي لك قصه بالاضراب من 82 ستي ام امي كانت كيف علقه بقعاثه وهيك وطلعت على طلعت لتشوف اخوتها، قالوا لها اخوتك بالعلقه فطلعت فبيوقف قبالها الجندي وبرشها تتصاوب فبخلوش تروح المستشفى تتعالج يعني. جدي بيحملها على كتفه وبيمشي فيها من عند كزية بقاثة اليوم لعند الدبابة المحروقة. هذه الدبابة المحروقة قبل مستوطن تروم يعني في تقريبا كيلو وشوي، بيحملها على ظهره ويركض هونيك ليلاقي السيارة تطلع على المستشفى. فبتوصل لتحت لا مستشفيات استقبلتها يعني يمكن رصاصة بعد اليوم جسمه. فعندك تسمع هيك اخبار وهيك شغلات لحالك بتفهم شو الواقع وانت وين عايش. يمكن اللي بصير هوني بالجولان مش مثل اللي بصير بفلسطين بالضفه بالقدس بكل المناطق يعني، بس هوني كمان في جرائم عم بتصير، في فكر كمان عم ينبني انه لا نحن محتلين، نحن مش بلد اللي هي عم تحترم حقوقنا يعني. طب مياد انت عمرك 23 يعني انت مواليد 2099 او 2000 بنفع تحكي لي اول قصه شهدتها يعني في قصص انت ورثتها سمعتها بس في قصص شهدتها. اذا هلا بدي اجرب ادفشك شويه تتذكر اول جريمه ممكن شيء يعني عن جد بياثر فيه كمياد كولد يومها كان عمره 5 سنين او 4 سنين يمكن بتذكرش القضية بحد ذاتها كيف صارت، بس بتذكر شو صار يعني الشيء اللي محفر بمخي يعني. مرة اجوا بنا يعتقلوا بي واختي مع الربو، فاختي يعني ما ماش قاعدة بالارض عم تموت، فبيجوا ليعتقلوا بي بيجوا بدهم ياخذوه بتقول لهم امي انه البنت عم تموت خليه ياخذها على المستشفى. فبيطلعوا فيها بيقولوا له روحي عند خيو بتقول له خي اخوته اخر الدنيا وانا باول مسعدي وانا باخر مسعدي، روحي عند اهلك اهلي ببقعاثة وانا بمسعدي كيف شو البنت شو بدي اعمل فيها. فبنضلنا بضلنا يومها بجديد يلعبوا الثلث ثيابك تحسب لاخر شيء بتقول لهم اذا اسا بفيلم من هوني انا بدي اشتكي عليكم البنت عم بتموت مع الربو ووضع متأزم يعني. فبعد شي ثلث ساعة بيقرروا انه ينسحبوا يعني وهيك. الشي يعني انك انت طفل ولد صغير تتفرج جنود بالبيت اختك عم تموت بكى يعني يمكن الشي هكافي ووافي لانك تاخذ موقف. قد ايه كان عمرك؟ 4-5 سنين. وبعدها امتى اول موقف اخذته رافض او مقاوم؟ ممكن بديش قل لك اول موقف واخر موقف. لا بدي لا امشي معك بتسلسل فهمين عليك بس شوي. انا يعني انا صغير يعني بقينا نروح مثلا على استقبال الاسرى على مظاهرة يعني يروح مع بي واجي يعني من انا صغير يعني فيش قل لك اول موقف رحت على مظاهرة نفرض او على موقف وطني او اشي يعني من انا صغير بطلع بشوف يعني
ماشي يعني كل بيت جولاني في أسير وفي حدا حبس بالإضراب في حدا عنده قرايب بسوريا في وش يشوفهم. بس هيك مياد هذا نفس الفلسطيني أنت إجابتك إنه يعني أنا زي غيري وإحنا شاركنا كتير وفي ناس صارت عندها مصائب وهيك، بس على مستوى كل فرد في قصة شخصية بدي أجرب هيك يعني أبنيها أنا وياك، لأنه واضح للشخصية اللي بتحكي على الأرض بهذا الارتباط والالتزام والعناد في وراها قصة، فامشي معي. حبي للأرض يعني من أنا وصغير بعرف يعني ربيت أنا هيك شيء يعني أنا حياة جدي كان يعني ساكن ببيته يعني فيك تحسب أنا بشقة وشقة والبيت مشترك يعني بس بيناتنا حيط مفصول فربيت عنده. جدي كان من النوع اللي بحب الأرض ما فيش عنده أغلى من الأرض يعني عنده 5 أولاد وأرضه الأرض ابن السادس يعني مش عبكبر الشيء يمكن إذا أسا بتسأل مسعدي أو بالهذا بشكل عام بيقولوا لك هيك شيء إنه كان عنده أرضه هي ابن السادس كان يعني بسمع من أنه صغير الأرض 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 يعني حتى هو يعني آخر أيامه لما قبل ما يتوفى بفترة قل الأرض يعني أنا حتى صرت أرسم أرسم شكل الأرض براسي وأنا بعرفه وبعرف أدق تفصيل فيها فمن وراها يعني وصلت لمرحلة إنه عندي الأرض كثير عزيزة يعني أرضي إذا مش كل يوم بيجي لهوني يعني في شيء صاير معي في مصيبة يعني بمعنى الكلمة صايرة معي إذا أنا مش كل يوم بيجي على الأرضات يعني إذا بيضيعوني أسه بتلاقيهم جايين لهوني إذا مش عم برد على البليفون أسه بتلاقيهم جايين لهوني يدوروا علي وأني وين شو عم بعمل بالأرضات لأس فيش عندهم واحد ثاني يروح يدوروا علي فيه. قديش قعدت في ألمانيا؟ طلعتش ألمانيا. عمك كان بيعرف؟ عمي بألمانيا يعني كثير قالوا لي انه طلع تعلم بألمانيا وهيك. اطلع دعاك تطلع لعنده من البيت ومن هون يعني انا يعني بقول لهم صيغة السنديين انا بطلعش من الأرض. طب ليه تطلعش من الأرض؟ ما انت هلا واحنا ماشيين كنا عم نحكي فبتقول لي انه مثلا شجر الدراكس غيرتوه كله لانه ما بطل مثمر او بطل مربح او بطل مجدي الأرض نفسها صارت كلفة صح غير النقاش السياسي 100% يقول حاله مبرر بس كمان على مستوى يوم يوم الأرض هي عند الفلاح الجولاني مش مصاري أكبر يعني اليوم أنت فيكش تحسب أرضك اللي هي دخلك الوحيد يعني أنت بك تشتغل شيء والأرض هي تكون معها يعني زيادة عليها بس أنه تفرط بأرضك يعني أنا بقول لك مثل عمي تحت هوني الأرض تحت السنة حوشت 300 كيلو نص طول لنفرط هو بشكل عام بحوش 5-6 طن وبعده لليوم يعني اكثر من سنه بتمرق اللي هي مثلا طقس بيساعدش الاسعار مش منيحه بالكرز بس ارضك انت ربيت انت من انت صغير عم تيجي يعني انا بتذكر بقى يحطوني بالمخال بالترك وش حيورنيش على الارضات ونحن قاعدين بالمخال نحوش التفاح وش دراقه وش الكرز يعني هي ثقافه انت مبنيه فيك وشي يعني مش انه انت تربي ابنك على حب ارض ابنك لحاله هو لما يجي على الأرضات هو لحاله بصير بحبه يعني شيء مش مادي شيء أكثر هو معنوي يعني يمكن أنا مش عامل هيك شيء بس في كثير ناس عاملين غرف بأراضيهم لأني بيجوا وبيسكنوا بأراضيهم ساكنين هون بالأراضي لأنه الأراضي الأرض أكثر ما هي أكثر من إنها هي محل إنه مادي يعني تأخذ منه مصاري هي أكثر معنوية يعني الأرض يعني مثل ما قلت لك الجولاني بالذات يعني صار في مصادرة أراضي بالجولان بس مثلا مش بقدر الأراضي تحت يعني بالقرى الفلسطينية بس الجولاني بالذات بيعتبر حاله الأرض طبعا هي الفرس الأصيلي يعني مثل عرب القدمة يعني العرب القدمة بدون خيل شو كانوا بيسوا ولا إيش في على الغزو فينش يطلعوا إذا عندهم الحرب فينش يطلعوا بس جولاني نفس الشيء يعني إنه يطلع بلا أرض يعني الشيء كثير صعب يعني اليوم اللي فيش عنده أرض من الجولاني بيدور دواره يعني إذا بدي أقول لك بيهلك هو يجمع ليشتري دنم واحد دنم أرض ليقعد فيه هو عائلته هيك مش شغلي مش شغلة مصاري شغلي أكثر إنه أكثر للبلد يعني إنه أنت مجذر بالأرض. مياد بالعادة بيحكوا أو لأنه يمكن مش مغطى كفاية قضايا الجولانيين في الإعلام ففي تغييب فالناس بتفكر انه انتو تحت يعني
دولة احتلال عايشين برفاهية وانبساط ورايقين وهادين. بديش أبلش أحكي هيك أطلع مجموعة من الأخبار، بس بنفع تعطيني هيك سرد لقديش صعب عليك أنت كمياد اليوم تكون متمسك وتحكي عن الأرض بهاي القوة وهاي العناد؟ لك شيء يعني صح، بديش يعني جولان ولا عرب 48 يعني بديش منش نكون نحن بعيدين على الواقع. الشيء انه عرب 48 وعرب الجولان اني ناس مادياتهم منيحة بشكل عام، يعني مش مرحلة الغنى، يمكن في ناس مرحلة الغنى من ناس مرحلة الفقر، بس الأغلبية بمرحلة هي متوسطة فينا نحسبها يعني. بس الصعوبات اللي انت بك تواجهها بهيك موضوع بالذات انه تحسب المصاري، اول شيء من المصاري مش كل شيء، انت مصاري يمكن مصدر ترفيه بيجي اكثر ولا تعيش بعيش رغيد، بس انك تكون معك مصاري ها بيعنيش انك مثلا بتبيع عرضك، مشان بدك شوية مصاري بتبيع عرضك. لكن لمياد بالذات الشيء ابدا مش مقبول، يعني كشخصية مياد انه من شان المصاري يعني مثلا تخلى عن ارضي، يعني انا بشتغل محل ثاني وبشتغل بارضي، بس انا بدي المحل الثاني على ارضي. بس انا مش عم بحكي هاي، عم بحكي انه عم بيجيني شعور طول الوقت انك بتاكد انه زي كانك انت مهدد هون، وجودك مهدد وبتتعرض لقمع واكثر من تهديد، واظن عندك اعتقال انت 2016 صح؟ لا مش اعتقال، اصابه 2016 ولا 2017؟ 2017. شو كان صاير وقتها؟ كان يومها في مشاكل على الحدود بين في جبهة النصرة هجمي على حضر، على بلدي حضر هون، ليك بدي قلك شغلة هون بجولين، حتى بكل منطقة بسوريا بلبنان بالأزرق بالأردن بالجليل وبالكرمل، يعني أول شيء نحن نعرف حالنا كوطنيين، وثاني شيء الدين، يعني الشيء هوني أكثر يعني إذا شوكي بتدق حصبية مثلا، في مثل بيقولوه إذا شوكي بتدق حصبية بنحرق الحدود، إنه شو يعني، يعني صدر يعني بني معروف يعني نفرض مثل صدر النحيس، إذا دق بالمجدل بنسمع صدى بكل القرى الدرزية بكل المنطقة بالأردن بسوريا بلبنان، يعني إذا شو يعني شيء أكثر في ترابط، يعني أنا مثلا بحضر ولاد خالتي ولبي كلهم بحضر، كلهم يعني عندنا قرايب بحضر، كنا نوقف على الشريط ونتفرج شو ممكن يصير فيهم، في شهيد كمان كان هونيكي، نقعد نتفرج نترقب يعني شو بده يصير بحضر، شو بده يصير مع أهلنا بحضر، يعني هي البلدة الوحيدة اللي بتطلع علينا يعني من هوني من الأراضي، حتى من الأراضي هذه وين بده يكون المراوح، كنا نروح نوقف نتفرج إنه شو بده يصير مع الحضر. الإصابة يوم ما صارت إنه واقفين على الحدود وبشكل مفاجئ بدي رصاص المطاطي والغاز نصب على الناس، يعني يعني بدنا نبعده، يعني نحن يعني حي الله دولة بتحترم، هلا بتفق على نقطة إنه التظاهر مسموح، أنت بتتظاهر، أنت مش عم بتحارب، أنت مش مسك حجر وعم بتزت وعم بتضرب جندي وعم بتطخ، أنت بتتظاهر هذا حقك الطبيعي. فبتذكرهم منيح كنا واقفين وعم نتفرج وتحتنا ناس انه عم يهتفوا هالامور، فصارت انه بشكل عشوائي صار شيء. وبدي نوع على شغلي بحياتها بالجولين بالذات من المواجهات اللي بتصير بعمره ما كانش يعني القانون الدولي منطرف عليه رصاص المطاطي والقنابل مسيلة دموع، القنابل الصوتية لازم تكون من الركبة وتحت، فبالجولين كانت كل الاصابات على الوجه، كل الاصابات على الوجه بتكون يعني بأي موقف بيكون شيء، يعني برجع بقول لك مش مثل الضفي بس كمان شيء بيوجع. خايف من مشروع المراوح؟ لا ليك بدي اقول لك شغله، خوف يمكن بخافش. بتخاف ليه؟ بس بتحب ارضك هالقد، بحب ارضي انا يعني كيف شايف اليوم، ويمكن انا يعني بلش المراوح مشروع المراوح كان عمري 17 سنه، بلشوا الناس تتفتح على مشروع المراوح، وكنت يعني من اول النشطين اللي هني ضد المشروع من منطلق اني ارضي، يعني المصادره اللي صدروها 6000 دنم او 4500000 دولار، 4000 دنم او 6000 دنم اللي صدروا باراضينا، وكل اراضينا بيطلعوا على بعض 20000 دنم، يعني شيء
شو اللي ظل لأهل الجولان؟ شو اللي ظل لهم من أراضيهم؟ هاي الأرض يعني بتعقل لك شال، يعني مثل حي جدي عينه طيارة بقى الأرض، يعني كان عم يعمر ربع عمر الربع بإيده، كانوا زمان هيك يعملوا سنيس اللي أنتوا بتخلوها، فهو عم بيكسر الحجر، طار الحجر خبط بعينته، قلع له عينته، طفى له عينته يعني، والعين الثانية كمان تضررت، وبقى وظلوا لا توفى عنده الأرض شيء مقدس، يعني حتى الأرض إذا بتضرك هوني بجولان مثل الجولاني بيعطيكيها أكثر عاطفية، إذا الأرض بتضره لجولاني جولاني بيغفر له، يمكن بيغفرش لحاله خيو، يمكن الجولاني بيغفرش إذا ضره، أما إذا الأرض ضرته بيغفر له، يعني في ترابط رهيب بين الجولاني وبين الأرض. يعني مثلا بحكي لك ب 2013 يمكن كل الكرز كان شيكل شيكل، يعني الكرتونة الكرز مثل هذه كان حق 6 شيكل، فالناس ما تركتش أراضيها، سنة ثانية حوشت أراضيها كرزات، يمكن زتتهم على الأرض بقلكش لا، أما ظلت تسقيهم مي، ظلت سنتي جاي رجعت رشتهم وحوشتهم، لا رجعت حسن السعر، يمكن سعر الكرز يمكن لليوم للفلاح جولين السنة لتحسن، ومش كمنيح بس تحسن يعني. أما أنه تيجي تحسب أنه كيف بدي أقول لك إياه، يعني شيء موجع أنك تطلع تشوف مثلا مروحة خزوق مثل خزوق العثماني، خزوق العثماني معلق عندك بأرضاتك. أول شيء بده حد من توسعنا العمراني لقدام، نحن وما نتوسع غير على أراضينا، بده حد من التوسع العمراني بالقانون الدولي أو بالقانون بالأوروبي، يعني مش متأكد من معلوماتي، في قانون إنه أقرب مروحة لازم تكون قريبة على موقع سكن هي 500 متر، 500 متر يعني قاعة الياسمين عند البراد هنيك، يعني أغلب صبيانة تشتغل هنيك، يعني شو يعني كيف تشتغل المروحة قريبة عليها 500 متر، شو الأضرار يعني؟ في صار في نحن عملوا أكثر من محاضرة اللي هي علمية، يعني إنه عن أضرار المراوح، المرة الحبلة المرة الحامل يعني ممنوع تتواجد قرب المروحة كيلومتر، لازم يكون بعيد عن المروحة، إذا قربت على المروحة لوقت كثير منيح يعني كبير بصير عند الجنين تشوه، يمكن تنزل الجنين، يعني لوين رايحين نحن؟ لك الأضرار يعني بك تحرمونا نفوت على أراضينا، يعني إذا زدت هالمراوح بأرضنا أنت تكبلت، ما ماشي يعني تكبلت، ما عادش فيك لا تروح لا تيجي لا فيك تقعد بأرضاتك، يعني خزوق أنت شايف خزوق قبالك وفيه شفرة عم تفتر، أنت قاعد بأرضاتك عم تتفرج عليه، يعني كل الدنيا بتيجي على الجولين لأنه هي المنطقة اللي يمكن الوحيدة بكل البلاد هي بعد خضرة، تيجي نروح هيك صورة غير مصادرة الأراضي وغير ليش نحن معارضين المشروع بشكل أوسع يمكن، بس أكثر الشغلات اللي نحن منعرضها بالمشروع إنه هالشيء، إنه نحن أول شيء مصادرة الأراضي، في الشركة بحد ذاتها يعني زورت وثائق إنه هاي الأرض مثلا لواحد مثلا 15 دونم لنفرض، بس كلها سجلتها باسم واحد وحطت فيها مروحة، هاي الأراضي يمكن هذا الواحد له دونم فيها والباقي لأربع خمس أشخاص، فكمان في سرقة أراضي فوق، يعني كثير ناس اللي هي رايحة أراضيها بسبب غلطة بالمضي، يمكن لك أنا بعذر مثلا المضى على المراوح، بالأول ما كانش في وعي وما كانش في حدا بيحكي ضد المشروع المراوح يعني، وإنك تيجي تمضي ورقة مع يعني عقد مع حدا شو بدك تقراش مثلا العقد بشكل مفصل، وأغلب اللي مضوا يعني هني مش ضليعين باللغة العبرية، يعني بقول لك يلا بمضي شو عشون مضيين، فطلعوا مضيينهم على كوارث، وطبعا يعني شركة رأس مالية اللي يجي تشتغل هوني مساعدة سلطة، أنا بدي نوع على شغلي، يعني حيالله دول بتحترم حيلة بتخليش الشرطة تبعها تشتغل شركة حراسي مع شركة اللي هي رأس مالية، هي الشرطة المفروض تكون تحمي الشعب مش توقف شركة حراسي لشركة رأس مالية مش معروف شو عم تعمل هون، يعني التزوير اللي صار رهيب، حتى الأراضي اللي بدها تتصادر بحجة الطرقان كمان الشيء يعني 6000 دونم، تشو 6000 دونم انت من أراضينا،
يعني شيء كثير رهيب. يعني اغلب اراضينا اللي هي حتى الطرقان اللي مفتوحه باراضينا نحن فعلا فتحناها، مش ناس اجوا فتحوا لنا هي. بدي بنفع ما تحكي لي اكثر انت على مستوى شخصي، على مستوى انت واهلك اخوتك، حجم الضرر اللي راح يصير عليكم من هيك مشروع او صار او ممكن يصير اكثر. بدي اعطيك ابسط ابسط ابسط. لا تعطيني ابسط، اعطيني الضرر اللي بصير عليك شخصي انت. انا شخصي انا بيتي بيطلع على كل هذيك المنطقه، بيتي اللي صلي عايش فيه 23 سنة خلقت فيه وبدي قل لك بدي موت فيه. من بيتي بكشف كل المنطقة، يعني أنا قارب بيتي بالليل بغرفة نومي أنا مفتح عيوني قبالي مثلا نفرض الشباك أنا عبشوف شيء عب يفتل قبالي، يعني كل المراوح اللي بنتركب بتبين مثلا نفرض من بيتي هذيك، يعني اللي تطلع أنا بدي نيم بشوف أضوي عب تفتل بالهواء بلايوني، يعني من بيتي عم بحكيك. ها غير يمكن نحن أراضينا هنيك شوي فيك في أرض بلت تأثر بالطريق، وأغلب أراضينا نحن مش بهذيك المنطقة، يعني أنا أرض صغيرة يعني بلن يصادروا منا لا يفتحوا طريق لجوه. قد رح يصادروا منا حسب، يعني أنا الصراحة ما اطلعتش على الخرائط تبع الطرقان كونه صار بعد سرية، يعني كيف بظن بعد سرية المحكمة ما حكمت. فيك تحسب يعني من كل مزيرة جولة، يعني بده يروح له من كل مزيرة بمعدل 4-5 دنومات بده يروح للطرقان، هذا غير جيران المراوح. غير جيران المراوح، غير جيران المراوح. جيران المراوح انت بدك مساحة حول المروحة، يعني انت بدك المروحة لتبنيها لتفوت اول شيء السياره اللي تنقل الاغراض، بدك محل تحط فيه الشفرات تبع المروحه الاساس وهالامور، يعني بظن اني مرش معلوماتي مش اكيد انه بدك انه اقل شيء 15 دنم محاوط المروحه لتقدر تبني هيك شيء. اصلا الخطوط الكهرباء التوتر العالي، يعني اللي بدهم يسحبوا فيها الكهرباء من المراوح كيف بدهم يمدوها وين بدهم يمدوها؟ تقصد يعني انه المراوح راح تنحط بس راح في اراضي تانية كمان غير المشروع اللي بنحكي عنه اللي هي خدمات راح تكون المراوح؟ ايه 100% من هالكهرباء. من هالكهرباء، يعني الطريق بده ينفتح باراضي الناس ليمدوا منه كهرباء لجوا. في شو اللي قلها، يعني في ناس اللي قلت لك انه مش مضيع المراوح وبتعرفش بالموضوع، سجلوا الارض باسم حدث يعني وحطوا فيها مروحه، فبتيجي بتتفاجئ انه شركه المراوح حط مروحة هون وفي مروحة بتقوم بأرضك أنت. أرضك يعني صلك البيك كان عم يفلحها وتجيت أنت فلحته وجدك كمان كان عم يفلحها، ويعني شيء كثير صعب أنك تشوف أرضك عم تروح من بين ديك، يعني الأرض أنت يعني بديش كمان ما بقوله زوطها، بس أقل مزارع جولاني اليوم عنده تقريبا 10 دنومات، هذا أقل واحد. في ناس اللي عنده 5 دنومات يعني، بس انا بحكي مثل يعني على البيات، يعني اقل واحد عنده 10 دنومات. هول 10 دنومات اذا بقول لك البحصه ولاد هو ولاده هلكوا لشلوها من الارضات لنظفوا الارضات لصاروا ويجوا على الارضات اشتغلوا حبه الكرز. يعني انا هون بارضي هذه هون عندي 5 دنومات كرز، انا بعرف كل شجره شو نوعها، حافظهم كل شجره شو نوعها، شو إذا قوي مش قوي، إذا هيك إذا مثمري مش مثمري، كل شجرة بالأرضات يعني بعرفها وبعرف أقل تفصيل بالأرضات بعرفه أنا يعني. فأنه شوف تعب عمري، تعب جدي، تعب بي عم يروح كمان شيء يمكن كثير صعب. بنفع أسألك أنت من جيلك يمكن بآخر 10 سنين شفنا حتى إنه في وعي زاد، في هوية أكتر صارت كمان قاعدة، في تعبير عن الرفض في الجولان أوسع أكبر، برغم كمان من كتير حديث من حكى على إنه في ناس قبلت التجنيس، في ناس تشارك بالانتخابات، وفي ناس كذا وكذا وكذا. بس كمان من ناحية تانية عم نشوف شباب مطلق اليوم يعني مش بيطلعوا بالإعلام، هم أصلاً طلعوا من أراضيهم وعم بخوضوا معارك الدفاع عن أرضهم وبلادهم وهيك. هذا الوعي اللي عم بزيد، من تجربتك انت ومن جيلك انت بتقدر تشاركني توقعات او تخمينات لاسبابه؟ الضغط، يعني مثلا اسرائيل او الحكومات اللي عم تمرق يعني عطت ابره بنج لاهل الجولان معنى الكلمه، يعني من 2010 ل 2011 فيك تحسب
2011-2012 ل2018 ولا صار شيء بالجولين. يعني كل المشاريع كانت موقفة ل2018. فأنه جيل اللي ربي ما ربيش أنه مش عم يشوف في شيء غلط عم بيصير، الحياة ماشي عادية. فمن بعد ما 2018 لليوم صار في نقلي بالفكر، يعني خصوصا آخر مواجهة صارت بين الناس يعني بالغضب مع الشرطة، يعني أنه لو رايحين نحن وهيون هذي عم يضربونا. يعني في يعني بشوف الوعي أكثر زيد أنه من 2012 لنفرض ل 2018 ولا صار إشي. صار إشي بال 2018 مواجهات من الانتخابات وهيك، صرنا ب 2021 كمان صارت مواجهات بالأراضي كمان نفس الشيء على قضية المراوح، كانوا عم بياخذوا عينات من الطربة والناس واجهتهم يعني. وللسنة بس السنة كانت الناس فقعت، يعني بدي أحكيها بشكل أوسع، يعني الناس فقعت، يعني الشيء أنه خلص وإمتى بدكم تيجوا تضربوني وتشرحوني أرض؟ لا إمتى يعني نحن عم بأمرنا ما دعانيش حدا يطلع يضرب حجر. نحن حقنا نتظاهر، نحن حقنا نطلب بحقوقنا. الناس يعني اللي طلعت لفوق ابدا ما كانتش بدها تعمل شيء يعني مع الشرطه، مثل ما قلنا. اما هن الناس الشرطه استفزتهم. انا بسمع من كل اهل الجوله بتقول لك الشرطه استفزتنا، هي اللي عملت المشكله مش نحن. هي بدقيقتين كانت السلطه حملتها لو فلت من هون. اما ليش الاصرار على المواجهه؟ تكسير راس يعني ولا ما بعرفش، يعني بديش هيك كبر الموضوع، بس بشوف اني انه السلطه تحدت اهل الجولان، ويمكن الشيء كان اكثر شيء اكثر الاغلاط اللي عملتها. يعني الهبه اللي صارت يعني يمكن من الاضراب لليوم ما صارتش، من 82 لليوم ما صارتش هيك هبه الشيء اللي صار يعني. والناس يعني عم تدافع عن اراضيها. يعني انا كنت هناك عم بشوف، كنت عم ساعد بنقل المصابين، طالعوا المصاب طالعوا لبرا بيغفلني وبيرجع. الناس يعني حتى رغم الاصابات اللي كانت عم تتصوبها الناس بديش ترجع لورا، فيش حدا كان عم بيقول رجعوا لورا، كان عم بيقول قدموا. يعني انا برايي التاريخ بده يبين شو بده يصير بعدين. بدي اسالك بعكا، بقوله اللي يعني ما زرتش عكا او ما صرتش عكاوي غير لما تنط عن السور، بحاله الجولان شو لازم نساوي عشان هيك نحسب على حالنا انه احنا زرنا الجولان؟ اللي ما جاش على الجولان واكل كرز طبعا علمني على الكرز، علمني على الكرز. لكن الكرز هو ثمره اللي هي محبوب كثير عند اهل الجولان. يعني وانا كيف اميزها انه هذا كرز جولاني اللي انت بتتحدى فيه الكوكب؟ انا اللي بتحدى في الكوكب طعم كل الدنيا بحطوا اسمدي لتنفيخ الحبه لاكثر من شالي، بس بالجولان بالذات الهوني. يعني انا يعني كميه السماد اللي بتنحط قليله كثير، كونه فيكش تحط سماد مثل باقي المحلات وانت مش عم تربح. فبك تحط الطريقه بشكل معقول. يعني مثلا هوني عندي دونوم اني اللي هو سويت هارت، هو اخر نوع كرز بينزل، يعني خلصت حوش الاسبوع الماضي. انه مثلا هذا بيجي صغير شوي الحبي تبعه. مثلا تحت عندي ستيلا بتجي حبته كبيره ومذاق اطيب. هو انا شخصيا بحب الستيلا اكثر شيء. في عندي بينك، هو الكرز اللي بيجي ابيض. عندي شو بعد؟ سويت هارت، ستيلا، بينج، سيتشنر الاخير. بس عندي اكثر من نوع يعني هوني. فالطعم انك تحس بطعم مثل الكرز، تاخذك تحس اذا بتاكل الكرز وتحس ان اخذتك عالم ثاني، عارف انه هي كرز الجولان. انا اليوم بدي اكل كرز. خلص الناس مظبطه تظبطها. يعطيك العافيه حبيبي، الله يعافيك، شرفتونا. اهلا وسهلا فيك، خليلي اياك يا رب، عشت. اهلا بيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. لا فيك انت.
غلبناك وهيك لا لا لا, لا, لا بسيطة. أهلا وسهلا فيكم. لا أنا كل هذا بالمزح بالأهلية. أهلا وسهلا فيكم. حاب أنا عن جد مثل ما حكينا تحسوا بأريحية, وإذا في جوع أو في قسمي كمان ناكل مع بعض. عشت عشت كل كوسة عشت. بالعادة بالبرنامج هذا أنا بترك الضيف يعرف نفسه زي ما هو بحب. طيب بعيدا عن المسميات فتفضل. أميل مسعود من قرية مسعدي, مزارع وابن قرية مسعدي, عايش بمسعدي, بيتأثر بأحداثه وبأموره وبيحاول يأثر لمصلحة البلد. بتفاصيل أكثر. تفاصيل أكثر؟ هذا سطر بنحطه على جوجل بموقع جاي يمن معك مقابلة. أوكي بس أنا لا رجل قانون ولا مختص ولا محلل سياسي ولا مفكر ولا مش عارف إيش. أنا شخص عادي. أنا هدول ابن مسعدي. طلبت ما أقابلهم. ابن بلدة مسعدي بالجولان السوري المحتل. تعلمت بمدارس مسعدي المراحل الابتدائية إعدادية وثانوية, بعدين مرحلة الجامعة تعلمت سافرت لجامعة لمدينة دمشق, تعلمت اللغة الإنجليزية وأدابها, معي لقب أول بالأدب الإنجليزي. وبعد العودة من دمشق طبعا احنا هون الجزء المحتل, بعد العودة من دمشق لهون أكملت شهادة تأهيل تربوي يعني هراء بيسمى, اشتغل بمجال التعليم 4 سنين, بعدين هربت ورجعت للزراعة وللأعمال الفردية الخاصة مستقل. يعني بالشق الثاني من السؤال وساعدني هذه المرة, انت بتغلب قاعد بالسؤال هذا, كيف بتحبش يتم تعريفك او شو التعريفات اللي بتحبش او الوصف اللي تنوصف؟ بيحكوا انه ناشط مثلا, انا ما بعرف كيف انه ناشط او يعني, لانه انا بشكل عام بحب اهتم بالشأن العام, لكن مش كل الوقت بقدر انشط يعني او كن ناشط او محلل او خبير او مختص. في احد القنوات مثلا حكوني شو التعريف تحبه, قلت لهم مزارع من قرية مسعدي, حطوني يمكن مختص بالشأن القانوني ومش عارف ايش. طبعا انا ما لي علاقة وما بعرف, بس هذا هيك صار يعني. فهي تسميات ما بعرف ما بتلايمني او حسة كبيري, لأنه أنا مش هيك, أنا شخص عادي. طب لما بنحكى مزارع في الجولان شو بكون؟ مزارع بالجولان هو ابن البلد ابن المنطقة اللي هو بيروح على أرضه تقريبا يوم يوم إذا أو يوم إيه يوم لا, وأكيد بيشتغل بمصلحة ثاني حتى يظل محافظ على أرضه وعلى بيته. هذا المزارع بالجولان. طب واضح لي انه اهل الجولان كل واحد فيهم بلش يعرف حاله بعناد كجولاني بعد حادثه او بعد قصه او بعد عمر ما او بعد تفصيل ما. بحالتك وانت بلشت تعرف حالك بشكل مختلف كجولاني؟ بشكل مختلف كجولان كيف يعني, انه كالهوية او شو هويتنا؟ لا انا بحكي مثلا عن الحياة الفلسطينية, كلنا بنخلق فلسطينية, المحيط والتفاصيل الموجودة حوالينا بتطلعنا فلسطينية, بس بذاكرة كل حدا في قصة او تفصيلة سمعها او شهدها صار معه او مع غيره اللي حولتك لجولان. الحقيقة ما شو انه تحولت لجولان, انا التعريف الاصلي من الاول بحب اعرف نفسي عربي سوري, عربي سوري. جولان ايش بعدين بخصوص انه قضايا الجولان صارت مثل نوع من التخصص او انه هذا ابن الجولان او ابن منطقة جولان بسبب الاحداث اللي صارت بالجولان, صار في نوع من انه الجولاني او ابن الجولان او ابن منطقة هضبة جولان او ابن مرتفعات جولان. اما بشكل عام او من الطفولة احنا بنحب نعرف عربي وسوري. اذا بتشوفوا هون هي صورة حياة الوالد, احنا من احنا صغار يعني هيك ربيانين انه احنا عرب سوريين. احنا حاليا بوضع احتلال صحيح, لكن هذا الامور بتزول مش راح تستمر. طب بحالتك انت ذكرت قصة الارض اكتر من مرة, كيف بلشت علاقتك بالارض؟ انا خلقت لقيتها مبلشي. وهذا هو السؤال. وعلى فكرة البرنامج مش بوفر بهاي الاسئلة, هاي الاجابات انا خلقت لقيتها موجودة قبلي. ما انا احكي لك اشي, ليه بسأل عن هاي الاسئلة؟ فلسطينيين شو برد علي لما بسألهم انه كيف شو الاشي الحدث اللي خلاك تصير فلسطيني؟ فبقول انا خلقت كان في حنظلة معلق وعلم فلسطين وما كله بعرف, بس شو الخبر او الحدث اللي حول الاشي نقل العلاقة لمكان تاني؟
يعني انت خلقت كان في الارض العلاقه بتنتقل من مكان لمكان اتوقع مع الوعي ومع الادراك اكثر وطبعا مع المراحل العمر المتقدمه مع التجارب اللي بيخوضها الشخص. احنا بنولد كلنا كفلسطيني او كعرب او كسوريين او هيك بنولد صحيح من المولد، لكن هالشيء بيتعزز مع خلال مراحل تقدمنا بالعمر ومن خلال تجاربنا طبعا تحت هذا الاحتلال هون. فعلاقتك بالأرض خلقت صحيح أنا العلاقة موجودة لكن تعززت من خلال التجارب ومن خلال الأحداث اللي مرقت معنا. أنت شو صار معك؟ تحكيش بالجمع. أنا خلقت بسنة 1980 طبعا سنة 1980 لسه ما كان في بعد أحداث أو ما بتذكر أحداث اللي صارت في أحداث بسنة 1982 أحداث الأضراب وفرض الهوية أو جنسية الإسرائيلية علينا هون ودخلنا بالأضراب الكبير أو الطويل، هذا أنا ما بوعى لكن بسمعه وبعرفه من أهلي. لكن الأشياء اللي حدثت بعدين هي الأمور الثانية، أحكام قبضة الاحتلال على منطقتنا هون والأشياء اللي عرفتها بعدين خصوصا من خلال سفري لجامعة دمشق للمنطقة أو للوطن الأم سوريا ولاختلاطي بأهلنا وبشعبنا بالمنطقة هنيك وتراكم القصص أو السريات اللي حدثت بهاي المنطقة قبل، كل هذا شكل نوع من هويتي أو نوع من الإدراك الجديد للقديم وللجديد للمستمر بهذا الموضوع. فهذا الشيء خلانا نعزز أكثر أنه صح إحنا هون أصحاب حق ونحن أصحاب الأرض، مش لازم نغير لا هويتنا ولا صورتنا ولا شكلنا، نستمر بهذا الشكل الحفاظ عليها حتى زي ما استلمناها من أهالينا نكون إحنا مؤتمنين عليها لمرحلة معينة ونسلمها لأولادنا. طب بحالة مثلا بحالتي أنا نيجي منقول إنه في جيل خلق بالوعي على الانتفاضة الأولى، في جيل وعي على الانتفاضة الثانية، في جيل وعي على مثلا هلا أحداث الشيخ جراح أو اللي هي يعني أحداث الكبرى اللي صنعت وعي، في حالة الجولان تقدر تبني لي هيك ما مسار زمني يساعدني أفهم أكثر؟ الحقيقة مسار الجولان المسار الزمني بتوقع إنه ما فينا نفصله عن المسار الفلسطيني، القضية الفلسطينية طبعا وأنتوا القضية الفلسطينية خصوصا أكثر من 48 فينا نحكي، طبعا هي أقدم من 48 لكن من 48 بدأ الأمور تتسجل أكثر أو تتوثق أو تصير تأخذ منحة توثيقي أكبر. القضية الفلسطينية وتأثيراتها علينا هون وإحنا نعيش معها المعاناة طبعا هذا كمان ساعد بمعرفتنا كمان لقضايانا الشخصية إحنا، لأنه إحنا ما فينا نقول نضالنا أو وضعنا يشبه وضع أخوتنا في فلسطين، الوضع في فلسطين أصعب وأكثر وأألم. الفرق بيننا وبينهم نتوقع إحنا مش أولوية حاليا بدولة الاحتلال، إحنا حاليا مجموعة صغيرة لكن مش حاليا أولويتنا أو الأولوية حاليا للقضية الفلسطينية أو للخلاص من الشعب الفلسطيني وأخذ مكانه، إحنا بنجي بمرحلة ثانية. الانتفاضات اللي مرقت بفلسطين أكيد لها كان تأثير علينا هون، إحنا هون من 1982 أو 81 بعد قرار الضم اللي مرق بالكنيسة الإسرائيلي بدأت الأحداث تتفاعل بالمنطقة واللي كانوا معاصرين هني عاشوها، طبعا أنا ما عاصرتها بس بقول لك إنه نقلوا لي أحداثها أو سمعتها من بي وعمومتي وأهلي وأجدادي وبدأت تعلم فيه. لكن من بعد الـ 82 كان في عنا هون التواصل مع الوطن الأم سوريا، فتح المعبر وزيارات الأهل وفتح مجال التعليم كمان، هي كانت مرحلة من المراحل اللي كان فيها كمان نوع من التعرف على الأصل وتأكيد الهوية. بعدين صار في عنا هون مرحلة 2018 بتوقع كان بداية الانتخابات المجالس المحلية، هاي كمان كان من النقاط الفاصلة بالمنطقة، كمان كان في لنا رأي أو لأهل الجولة بشكل عام رأي نرفض الانتخابات المجالس المحلية. حاليا بشهر 10 احنا مقبلين على محطة جديدة كمان، بالإضافة للمشاريع اللي بدأت عنا هون وآخرها كان مشروع هذا المراوح أو التوربينات الهوائية واللي كمان شكل نوع من الوحدة لأهل الجولان ضد هذا المشروع بشكل عام. بتمنى أن يكون عملت لك تسلسل زمني رغم أنه الفجوات كبيرة، الأحداث متباعدة ومش متقاربة، لأنه بشكل عام زي ما حكيت لك المنطقة إحنا ما فينا نقارنها بالأحداث مع فلسطين، أحداث فلسطين يومية
ومتقاربة وأكثر إلاما وأكثر أكثر صعوبة. بقول لي شو بصير في الجولان لا يخلق مناعة من الأسرة أو التماهي أو الاندماج أو حتى الانخراط بالمشاريع اللي بتنفرض عليكم كل فترة؟ ما بتوقع أنه احنا عندنا مناعه او شعب يعني مصان او بقوي المناعه، ممكن يعزز المناعه لانه احنا اليوم مستهدفين. يعني السياسه عندنا هون هي سياسه الاسرى للناعمه، خصوصا بمناهجنا التعليميه، لانه احنا من بعد ال 81 والانتهاء الحكم العسكري عندنا هون وبدايه قضيه ضم الجولان وبدايه الحكم المدني أو بما يسمى الحكم المدني وتطبيق قوانين الإسرائيلية عنا هون، المناهج العربية أو السورية كلها التغت وبنولنا منهج تعليمي خاص. يعني حتى كأقلية بدأوا يعرفونا كدروز يعني عذرا على المصطلحات الطائفية اللي ما بحبها بالمرة، لكن الدولة بدأت بتعريفنا أو الاستفراد فينا كأنتوا دروز، أنتوا مش عرب ولا لكم علاقة بالعروبة، أنتوا دروز وهويتكم دروز ولكم منهاج تعليمي خاص ولكم قوانين خاصة أو منحة خاص لازم تعيشوه. فأخطر كان أخطر هاي الأمور هي المنهاج التعليمي اللي خصصوا لنا إياه، ومن هناك بدأت الأمور الأسرلي. الأسرلي اليوم ماشي، ما بقدر أقول لك إن هي موقفة، لكن المحطات هاي اللي بيصير فيها اصطدام مع السلطة أو مع النظام الحكم الإسرائيلي هون بتخلي يصير في نوع من الصحوة أو اليقظة، خصوصا عند الجيل الجديد. أنا شخصيا عن جيلي أو جيل بي وهيك عاشوا الأحداث القديمة وعرفوا وين هني رايحين وعرفوا قديش هذا الاحتلال خبيث وعنده حيل وأساليب كثيرة ممكن يسرقنا فيها ويأسر لنا. لكن الأحداث اللي عم بتتجي متتالية أو الصدمات هاي عم تصير هاي عم تعزز من هويتنا وعم تعزز يقظتنا وإدراكنا لحقيقتنا إنه إحنا عرب سوريين أو عرب بشكل عام، وإحنا تابعين للمجتمع العربي ككل وحقوقنا هي محققة وتساوينا مع كل الأخوة العرب تحت هذا الاحتلال. هذا اللي بقدر أقوله. طب كنت أسألك على التجنيس بس ليش أسألك على التجنيس؟ من فعلك كيف مقاطعة يعني من في قضية أحدث اللي هي المجالس المحلية ذكرتها أنت نوهت عرجت عليها قبل شوي، بس من فعلك أحكي لك إياها قصة كيف تم العمل عليها أصلاً لنشحط المقاطعة؟ الأسرة اللي هون أو أبطاقة بكل مجتمع هي مشروع الحكومي طبعاً، وبيبدأ يتسوق له عن طريق المتعاونين أو الطابور الخامس. ونفس الوقت هون عندنا احنا بالمجتمعنا مجتمع غير متجانس، وفيه العميل وفيه رجل السلطه وفيه الانسان الوطني او فيه الانسان الوسط العادي كمان اللي ما بيهتم بالسياسه او الامور هاي. فالموضوع المجالس المحليه هو بدا عن طريق هذول الاشخاص اللي سوقوا اني بدي اسميهم طابور خامس، ما بدي يزيد بالتعابير كثير. يعني قدموا التماسات قانونية لمحكمة العدل العليا أنه بما أنه هون القوانين هي مدنية وتطبق وصار في ضم للجولان لازم يطبق عليها القانون الانتخابات المحلية للمجالس المحلية. فحصلوا على قرار محكمي بال 2018 توقع كانت أول مرة، 2018 كانت أول انتخابات تتنظم. من خلالهم بدأ هذا المشروع، والحكومة طبعا بدأ هاي الفرصة أنه تطبق هذا القرار. بكل مجتمع في طابور خامس، بس إذا بدنا نحكي الطابور الخامس في حالة الجولان شو علاقته أو كيف العلاقة مع الحكومة حكومة الاحتلال؟ يعني شو مصلحته أصلاً؟ مثل كل طابور خامس مصلحته مصلحة فردية انتهازية بحتة. تمام. قصدي مثلا في القدس ممكن يكون في إشي، فرضاً على سبيل المثال ممكن يكون في إشي رجال أعمال هذا المدخل أو هذا بيتقاطع اقتصادي اجتماعي، ما بتوقع اللي هو طبعه بحب هاي الأمور. وطابور خامس ما بتوقع أنه يرفض أي كان، إذا كان فرصته أعمال أو مال ما بيقول لا، وإذا كان فرصته سلطة ونفوذ كمان ما بيقول لا، وإذا كان فرصته نوع من الانتقام من المجتمع أو إذا كان عنده نقمة على مجتمعه وعلى أهل بيته ممكن كمان يستغله. فهاي الحجج ما بعرف أنه ما بتوقع أنه بتغير فكرة العمالي، كل واحد له حجته صحيح، بس بالأخير هي العمالية واحدة هي واحدة وحجتها واحدة. بس أنا أجرب أفهم
كيف شو السياق اللي السياق اللي مشوا فيه انه احنا اليوم موجودين بهاي المنطقة ولازم نستغل هاي الامور كل الظروف اللي شو بتقدمها الدولة ونخدم اهل بلدنا. اجوا بهذا الاطار انه خدمة البلد عن طريقة التواصل مع المحتل والحصول على اكبر عدد من على اكبر كمية من الحقوق. وكان عندهم سلطة ونفوذ لما طرحوا هذا الطرح؟ بما انهم متماشين مع السلطة في عندهم نوع من السلطة وعندهم انهم بيتزاحموا على المناصب الحكومية، يعني بيتزاحموا على المناصب المجالس المحلية او المناصب اللي فيها او على ادارات المدارس او ادارة هيك الامور هاي بيتنافسوا فيها وبيزاحموا بعضهم عليها. هذا اذا بدك تحكي انه زاد عددهم، زادوا كظاهرة كحالي محدودين آخر 5 سنين 10 سنين؟ في زيادة لهم أكيد، لأنه مثلا آخر أحصاء بالنسبة للتجنيس واللي هو أحصاء من الدولة نفسها، نسبة التجنيسي اليوم 18% من أهل الجولان، من أهل المنطقة هون، يعني لسه ما وصلنا للخمس لكن 18% تقريبا عم توصل للخمس. كانت قبل زمان بالتوقع بالتسعينات كانت 7 أو 8%، اليوم وصلت ل 18%. هذا قبل سنتين كان أحصاء أو 3 سنين، اليوم بتوقع أنه يمكن صاروا الخمس. وطبعا هني مش فقط بس المتجانسين هون، هذا النسبة هي بتشمل كل المتجانسين، حتى من إخواننا اللي متزوجيات أو النساء المتزوجين على جولان اللي بيمنحوا جنسيتهم لأولادهم، وبالإضافة للي عم بيورثوا الجنسية عن أهليهم بشكل وراثي، يعني أهليهم أخذوا جنسية هون عم بيأخذوها. هاي 18% في أهيز بماشي، إذا نرسمها كرسم هي بزيادة طبيعية ولا صار في سنين محددة ارتفعت الزيادة؟ لا أي مش زيادة مخيفة أو أنه طردية قوية، لكن هي في زيادة، يعني ما فيك تحسبها ب ما تحسب 5 سنين زاد قل 10 سنين زاد. ما بعرف، ما عندي بصراحة هيك أرقام دقيقة، لكن هي فينا نقولها زيادة. بالإضافة إلى اليوم الموضوع السفر والعلاقة، اتفاقيات ابراهام اللي عملتها دول اسرائيل مع الدول العربيه، هذا كان اجى مثل طعني لنا بالظهر انه الدول العربيه عم تطلب باسبور اسرائيلي حتى يقدر المواطن العربي او ابن الجولان المحتل يزورها. فهذا عم يخلي كمان يخلق حجه ثانيه اضافيه انه انا بدي اسافر وانا بدي اشتغل او انا بدي اتعلم او انا بدي اروح بدي اخذ جنسيه اسرائيليه حتى احصل على باسبور اسرائيلي واقدر اروح واجي. هاي كمان من ال ذكرت انت، وبدي اجرب اسالك على علاقة المزارع بالارض، يعني اللي واضح لليوم كله انه عم بنذكر باكثر من سياق وقبل ما اجي انه صعب جدا المزارع يعتمد على ارضه فقط ليعيش، فمجبور يلاقي صنعة تاني او يكون عنده مسار مهني تاني. هذا نتيجة غلاء معيشي، نتيجة شيء طرق بالارض، نتيجة كمان شيء تم استهداف اهل الجولان والمزارعين في الجولان في النتيجة كثير معاوين صحيح، ومنها الغلاء المعيشي ومنها كمان فتح السوق. اليوم السوق هي السوق الحرة أو السوق التنافسي، المنتج الزراعي المحلي ما عم بيقدر ينافس المنتج اللي مستورد اللي هو كمان بنفس تقريبا نفس الجودة أو بأقل سعر، فهذا كمان زاد عبء. أما بشكل عام الأرض هون عنا ليش صارت الأمور صعبة وما بيقدر الواحد يكون مزارع فقط مزارع، لأنه إحنا منتوارث الأرض والأرض تيجي من الأب للأبناء، فبتبدأ تحصل عملية تقسيم فبتصغر الكمية أو بتصغر المساحة، بسبب هذا الموضوع كمان الأرض ما بتكون كبيرة أو فيها جدوى اقتصادية حتى يقدر الواحد يعتمد عليها بشكل واحد، عشان هيك عم بيضطر يطلع يشتغل بمجال ثاني حتى يدعم نفسه ويدعم أرضه، لأنه الأرض كمان تحتاج لأمور كثير، منها الري ومنها العناية ومنها العمل اليومي ومنها أنك يكون عندك معدات زراعية خاصة حتى تشتغل في أرضك. كل هاي الأمور أو غلاء عوامل الإنتاج وبالإضافة إلى غلاء المعيشي والمنافسة بالسوق، كل هاي بتزيد على أعباء على المزارع كمزارع. إذا كان مزارع فقط بتضطر أنه يطلع لعمل ثاني حتى يدعم نفسه ويدعم أرضه. طب مع كل التحديات هاي قديش صعب عليك اليوم تقنع حدا يحافظ على أرضه؟ أنا اليوم صعب الواحد يقنع أولاده، لكن ما بعرف شكل تلقائي. أنا كنت بمرحلة لما كنت ولد بتذكر نفسي أنه شو بدي من الأرض، بيّن بيروح عليها أو عمي بي اللي أكبر مني، لكن بعد ما قطعت مرحلة معينة
الوعي تقريبا صار لا انه يعني الارض اليوم هي اساس كل حضاره، ما بتقوم حضاره بدون ارض، واليوم النزاعات كلها بالعالم كله هي على الارض، على مساحه الارض وعلى السيطره على الارض. فبتوقع من الوعي هذا لما يوصل الشخص لمرحله معينه ويعرف انه هاي الارض هي الاساس، هي الاول والنهايه، بيصير عنده الدافع الشخصي انه يطلع يهتم بارضه رغم كل هاي الظروف الصعبه. بتفكر معركة المراوح رح تصب كمان في صالح مع أو ضد تمسك الناس بأرضها أكثر للجيل الجديد؟ لا، ما زي ما حكيتك العوامل اللي عم تصير، الصدمات اللي عم تحصل هون، هي عم تخلي عم تكون لها مردود إيجابي أو مردود كويس على الناس أو انعكاس إيجابي، أنه بخلي الناس تقتنع أنه لا هاي الأرض لنا وإحنا لازم نحافظ عليها، ما لازم نتركها للدولة أو للشركة الخاصة أو الرأسمال إنه تستفرد فيها أو تأخذها. لا، هذا كان انعكاس إيجابي علينا، رغم إنه المشروع كان صعب أو مواجهته أو النضال ضده كان كثير متعب، لكن كان انعكاسه جيد. قديش عزز هذا النذير عند الجولان؟ الحقيقة ما بعرف، أنا بتحكيني عم تسألني عن شخصي أو بتسألني هيك، ما بقدر أفكر بشخص غيري ثاني قال عنده ندية. أنا خلقان، لا أنا شخصيا عندي هالندية من أنا صغير يعني. عنيد بس طلع أنا كيف عم بجرب أبني لك محطات. ماشي أنت، أوكي ما في مشكلة، بس ما بقدر أحكي بلسان غيري أنه أو بكل بلسان أهل الجولان. يعني أنا بحكي عن نفسي أنه أوكي هي ندية موجودة يعني من أنا صغير، زي ما حكيت لك أنه احنا عرب سوريين. مجرد ان اقول عربي يعني بهاي الارض، او مجرد وجودك كعرب بهاي الارض بيخلقك كند للاخر اللي هو مستعمرك او محتلك، فهذا بتعزز تلقائيا عندي. كيف بدي اتخيله عن شخص ثاني او كيف بيفهمه ما بعرف. مش عن شخص ثاني، بس انت تجرب تعال هيك من محيطنا يعني، هو انا بسالك وبسال محيطك انت دائرتك القريبه. بس اذا بنمسك انه كان باخر 10 سنين يمكن 10 سنين 15 سنه ما كانش في حضور كتير كبير على سبيل المثال لدمج أهالي الجولان أو السيطرة عليهم أكثر أو القمع. في مشروع إجا نحط على الطاولة بهذا يعني فج كبير صادم وبظروف كتير مركبة، اللي بظن أنا يعني بسأل وعندي ادعاء بفكر أنه عزز أكثر خلق هذه الندية، لأنه في معركة شغالة هلأ. مزبوط. يعني أنت عم بتخوضها، مختلف الإشي. يعني أنا لما يكون في انتفاضة غير لما ما يكونش في أي إشي. صح. طب احس مش عارف مش متاكد، انا جايب ادعاء وبجرب اسالك اياه انه لا فرق. صحيح. صحيح فرق مزبوط اكيد، لانه اليوم لما يصير هاي الصدمات ان كانت زي ما حكينا عن اخواننا الفلسطينيين والانتفاضات اللي مرقت، ولما يكون وقت عادي ما فيه هدوء، اكيد فرق بين الوقتين. وقت الازمه والصدمه كل الناس بتشارك، كل الناس بيكون عندها المبادره او الدافع الشخصي انه لا احنا هاي شعبنا عم بيواجه صعوبه، احنا لازم نكون كلنا مع بعض. هذا بيخلق دافع شخصي. صحيح، هاي الصدمات تخلق هذا الدافع وبتحرك وبتفرق كثير. لما احنا لما كنا هون عم نشتغل ضد هذا المشروع ببدايات ما كان في اي صدام مع قوات الاحتلال، لكن لما صار في صدام لقينا الكل تجمع والكل ابدا هاي الفزعه وهي النخوه وهي الحميه عنده، وحب يشارك ويكون له جزء بهذا النضال. هذا اكيد بيعمل فارق كبير وبيعزز هاي الشعور او النفسية أو الندية زي ما حكيتها، أنه بيننا وبين اللي عم بيعادينا، وطبعاً هاي الحالة هو السلطات الاحتلال. بالعادة أنا لما بكون الضيف فلسطين وبسياق فلسطين وضيف واحد مش أكتر من ضيف، بنهي الحلقة بسؤال عن المقلوبة، فكان في احتجاج اليوم عليه، بس بدي أسألك بالجولان شو الطبخة المشهورة؟ سأل اللي بدك يا ساس عن المقلوبة. كل مقلوبة بتوقع أنه الجولان ما بيختلف لا عن طول كرم ولا عن الطيبي ولا عن طيري ولا عن غزي ولا عن نابلس ولا شيء. احنا كلنا شعب عربي وتراثنا عربي وأكلنا ومطبخنا عربي، فالمقلوبة ولا المجدرة شوي هاي رومانسيات عليك. لا مش رومانسية. لا والله ما بحكيك، لا والله لا والله مش رومانسية، بحكيك واقع. أنا عشت بسوريا، عبقلك تعلمت سوريا، يعني ما شفت فرق بهاي الأمور. صح. بالعكس يعني ما بالعكس انا شفت فارق الصراحه. السوريين بطبخوا اذكى منا عشان نختصر، يعني احنا عندنا صحن مقلوبه. لا والله ما انا ما شفتها كمان الحقيقه، بقول لك بعيد عن الرومانسي. رحت كنت بالشام؟ طيب انا ما كنت، بس فعليا كميه المطاعم الحلبيه والشاميه اصلا والداريه وصلتني لما طيب اليوم بالمانيا كل السوريين بيطبخوا بالمانيا، ما في مشكله، المطاعم موجوده كمان، في ما في مشكله، فيك توصل يعني وتحكم يعني. ما بعرف ها تركيا كمان نفس الشيء. تركيا موجودين وشوارع كلها سوريين وكلها عرب وكلها أكل عربي، ف
مش بعيدين احنا عن بعضنا. فبعيدا عن الرومانسية المقلوبة موجود، المقلوبة هي ملكة السفرة اكيد، ما فمش بعيد عنها. وبالاضافة احنا عندنا المجدرة بيقولوا لنا اكل مقدرة. ف يعطيك الف عافية، شكرا لك، شكرا يعني حسن الاستضافة. اهلا وسهلا فيكم. انا انا بصراحة المكسب لي، لانه انتم ما بتوقع لو ما شفتوني ما كنتوا خسرتوا شيء. يخلي لي اياك، لا بالعكس اضفتوا قصة كل حدا يعني فيكم وفينا كلنا بتضيف اشي بالرواية الكبيرة. ممنون لك، يعطيك الف عافية. شكرا لك انت المتعذب من غاد لهلا هون مشان تعمل معنا الغاء. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم والبيوت بيوتكم. بعيدا عن الرومانسيه وعن كل عن كل المجاملات، وبنرجع مره ثانيه استعنا كوسا، ما جبنا سيرتها بالتسجيل لكن موجوده، وبتمنى انه ناكل قبل ما تتسهل. مشكورين، يعطيكم الف عافيه. شكرا، شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. الكاميرا بس مش صايبتني. صايبتني. جايبتك. يعطيك الف عافيه. وشكرا انه هيك، يعني مش هذا حسن وسوء حظي. سوء حظي بالعاده كنت اتمنى دائما الضيف يكون في قمه رواقه، تمام، ويمكن حسن حظي وحسن حظ الحلقه انه انت جايب يعني الفايبس والاجواء تبعت القضيه كلها حاملها على ظهرك وجاي المقابله هاي هلا. على الاخر. اهلا وسهلا فيك. اول شيء بالعاده بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، فتفضل. كرامي ابو صالح، خلقت كبرت وربيت بهالبلد وبعدني هون. تفاصيل اكثر. تفاصيل اكثر. نشتغل هون مزيرة، وكمان بشتغل بالقانون. بشتغل باكثر من مجال، حتى بالقانون باكثر من مجال. و طبعا بنمارس هويتنا على جنب، اللي في الشيء اللي بالمنطقة تبعنا هون، حقول مفتوحة ومروج، ففيك تطلع تعمل ركض، فيك تعمل مشي، فيك تطلع تعمل مشي كمان بالجبل. فعمليا وجودك بهذه المنطقة الجغرافية، بما انه في كثير طبيعة، فالشيء بيعطيك إمكانية تمارس أكثر فعاليات اللي هي ملائمة للطبيعة، من تربية خيل أو أكثر تكون قريبة على الطبيعة، على المزرعة، من منك تكون بجو مدينة، لأنه احنا موجودين بجو قرية. مثل ما بتعرف يعني منطقة كلها منطقة طبيعة وخضار وشجر. ف انا جيت قبل 10 سنين بس شايف عم تتمدن اكثر هلا، يعني صح عم تخرب اكثر، بس معه كله بعد محافظة على جزء، خلينا نقول المينيموم، الاقل ما يمكن من انك تمارس حياتك بالطبيعة. طبعا الاكتظاظ السكاني والامور هي اكيد شيء اللي هو بتخيل مش بس هون، بكل محل. بس طبعا هي ممارسة حياتك بتجي اكثر ملائمة للمحل اللي موجود فيه وعيش فيه. كرامي، مين سماك كرامي؟ الوالد. الوالد. واسماء اخوتك مميزة كمان هيك؟ انا مميز، شكرا. اسم مميز. والله بطلع، ممكن بتعلق من عبي يشوف الشيء، من عبي يسمع. اوكي. انت لانه في اوصاف كثيره عندك هلا، كمان ناشط من محل، وقانوني من محل، مستشار قانوني من محل، ومحامي من محل، صح؟ ممثل عائلتك. نعم. من محل. نعم. ايهم اقرب لك في سياق شو عم بصير بالجولان وهو محلها؟ طلع كل شيء، بكل شيء في عمل من اجل الاخرين، هو بالنسبه لي ممارسه الذات. ممارسه الذات بتعطي شعور بالسعادة، شعور بالاكتفاء. فعمليا كل العمل اللي هو في التقاء مع الطبقات المهمشة بالمجتمع، هو هذا بيكون العمل اللي أنا بحب أشتغل فيه. طبعا مثل كل حدا فيك تأخذ فرص، تروح تعمل أكثر مصاري، تروح تبني أكثر، تعمل، بس وجودك على طول بالحيز العام اللي هو بيتطلب بحدا يترك شأنه الخاص، أو مش يترك، لأن نقول يهتم بالشأن العام بالإضافة لشأنه الخاص، هالشي بيعطي اكتفاء معين. ممكن عم تشتغل بشرط اللي هي بتحكيك من داخلك بأنك عم تهتم بالشأن العام مش بس بشأنك الخاص. وبتخيل هذا مصدر اكتفاء نفسي ومصدر سعيدي معين. وهذا المسار القانوني المهني اللي أنت ماخذه اخترته ولا لقيت حالك فيه؟ لا أنا اخترته، وكان مش سهل كمان تلاقيه، يعني مش سهل تعمل مينيموم توافق بين الاكتفاء المادي تبعك انك تعيش وانك تشتغل بشيء بتحبه. فبالعكس شيء ما لقيتش حالي فيه، شيء يعني
يعني رحت عليه لأنه أنا بحب أشتغل بالحيز العام مش من اليوم يعني من أنا عمري 10 سنين و 11 سنة و 12 سنة أطول بحب أكون موجود بالحيز العام. بالبرنامج هذا بكون أحفر بكل واحد أنه إمتى تعززت هويته الفلسطينية فإمتى صار فلسطيني من خلال حادثة أو مشهد أو قصة. حلو حلو السؤال. في حالتك أنت بدي أجرب أو اليوم نعم. فعليا عم بجرب أشوف أكثر الجانب الجولاني بهوية كولدي نعم. أنت إمتى حسيت حالك جولاني أو إمتى صارت هويتك الجولانية حاضرة؟ طلع سؤال كثير كثير حلو على فكرة، سؤال ذكي. شكرا الله يخليك. التكوين الهوية مرات بيجي من الاحتكاك ومن تعرضك لظروف معينة. فأني مثلا لما أنت بتكون منخرط بمجتمع غير مجتمعك، ما أقول فترة الدراسة بتروح تتعلم منخرط بمجتمع، بخذ على سبيل المثال بتل أبيب مثلا، مع الوقت الشيء الرفض الاجتماعي مرات بيكون إليك أو العنصرية اللي بتتمارس عليك من خلال المجتمع، مجتمع عنصري عليك، فهذا الشيء بيعطيك بيعزلك هويتك، بيعملك هوية. فطبعا الهوية اجتي كهوية من باب علم الاجتماع أكثر من باب السياسي، من باب عدم تقبلك بمجتمع ثاني بيخليك تقول ليش، تسأل ليش، ومن خلال هذا السؤال بتصير تفوت على محلات كثير. هذا الهجو تبع السؤال. بنفع نعمل زوم إن أكثر على قصة عينية أو أولى القصص العينية اللي صارت؟ طلع القصص بتذكرش قصة عينية معينة، بس في بشكل عام مثل كل تجربة لأي إنسان بيروح بيتعلم، يعني أقول أنا تعلمت سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة بالمجتمع الإسرائيلي، كان عندي أصحاب يوم خلال يوم، أصحاب اللي يتصلوا لك شو إذا عملت وظيفة معينة أو إذا عملت شيء، بس بعد الظهر لما أنت تروح تجرب تكون جزء من المجتمع بجنب الترفيه تبعه وأنت تلاقي حالك خارج المكان يعني، عرفت شو؟ فهذه ممكن تكون الشيء اللي بيخليك تدخل أكثر اللي بيسألك عن هويتك بهالمحلات. وبتخيل في كثير ناس مثلي، وفي كثير ناس اللي موجودين بحالة إنكار، فبتلاقي عندهم تشويش بالهوية من يعني بين الأبيض والأسود. أكيد في منطقة رمادية اللي هي كثير الناس بتكون مضايعة فيها، بس بين المنطقة البيضاء والسوداء هي هذه هالسؤال يعني بقاضي الهوية. فأتمنى يكون وصلت فكرتي. لو كرام قصص القمع والعنصرية بالعادة يعني سواء في 48 أو الجولان لها أثر، بس بحالة القمع يمكن يعني برامج القمع برامج الاحتلال كمان عم بتساهم أكثر في تعزيز الهوية. بآخر 10 سنين نقدر نحكي كمان أنه في مجموعة من الأحداث، منها أحداث المراوح الأخيرة اللي عملت فارق في الهوية عند الشباب الجولاني. طبيعي أكيد. طلع القمع والعنصرية والأمور هي مش بس بالمجتمع الفلسطيني ال 48 ولا بس بمجتمع جولان ولا بس، هي موجودة بكل بأغلب المجتمعات يعني، حتى بتروح على أمريكا الشمالية بتشوف الأفرو أمريكانز ممكن يكونوا اللي مميزين للجنب السلبي. إذا بتروح طبعا كمان في عندك مجتمعات معينة أو أقليات معينة ب أوروبا مثل الغجر مثلا، اللي هن كمان بيعملوا مرات قوانين معينة بدول معينة، هن كمان مميزين للسلب. عندك كمان حتى بمرض طبي يعني، هذا انا بحكي عليه. طبعا في فرق بين ما تقول تمييز عنصري بامريكا الشماليه او بفلسطين او بالجولان، غير انك تقول عن الغجر باوروبا. طبعا هناك يعني السبب التمييز هو مش سبب تمييز سياسي، طبعا هذا شيء مهم، بس عمليا في تمييز يعني، التمييز اخر شيء اسبابه كيف بيقولوا بتتعدل، بس هو عمليا الممارسه وحده. هذا الفكره تبعي عن التمييز. هسه بالنسبه لشو صار هوني بالمنطقه هذه مثلا، اللي غير وجهه نظر او غير توجهات معينه من انه من بسبب التمييز، في يقول لك قبل 7 سنين 8 سنين صار في طوشي كيف بيسموها بين 2 جيران، وحدا منه بحدا طبعا السبب الطوشي كانت على ممر داخل البيت، هذا منهم بقصد مش بقصد بطوشي
هو وقع حدا ما شيء ما فيش فيه بعرفش فيه بس النتيجة كانت إنه في حدا وقع عن ارتفاع ومات. فأنت هون بتجي تسأل سؤال يعني شو السبب هاللي صار هالشيء، شو السبب الطوشي هي؟ سبب الطوشي هو على ممر، بس شو السبب شو سبب إنه في طوشي على ممر؟ هو إنه في ضياق يعني بالمبنى نفسه. فأنت تسأل شو سبب الضياق، فأنت خشي بتستنتج إنه سياسة التخطيط والبناء وصلت إنه اثنين جيران يعملوا طوشي واحد منهم تأذى. طبعا تسمع كل المجتمعات العربية كل يومين واحد طخ ثاني من شان صفة سيارة. فطبعا هالشي يعني هو يعني هالشي هو كمان نتاج أكبر من هيك، هو نتاج التخطيط والبناء بالبلد نفسه. كمان اثنين كمان الاكتظاظ السكاني بيخلق كمان التنافر الاجتماعي، شايف؟ فكل هالأمور اللي بده يفكر فيها فيه يوصل لمحلة لنفس النتيجة إنه في عندك سياسة تمييز. سياسة تمييز مش بس من المعاملة المباشرة بينك وبين شخص، سياسة تمييز هي كمان بأسلوب معيشتك كيف أنت عايش. إذا بدي أسألك عن أبرز أو أخطر السياسات اللي قامت فيها حكومة الاحتلال تجاه أهل الجولان بآخر 10 سنين، لأنه إحنا شوي طلع في الأخبار على ترند قضية المراوح بفعل التظاهر يمكن يعني وصل الصوت، بس إذا بدي أرجع لورا شوي عشان نجرب نشوف الصورة بشكل أكبر. أنا مش جاهز إنه أقول شو أخطر، لأنه لا أقدر أعرف إنه الأخطر بده شيء بده دراسي وبده لا هو في البرنامج هذا اللطيف في الموضوع إنه أنا وياك قاعدين يعني كيف هيك قلت لك تعال بدنا ندردش يعني إيش إذا بتسألني عن إذا بتسألني عن الفلك مثلا في كمان افتي بالفلك عادي يعني هلا ذكرتني بصاحب اليوم. طلع أخطر شيء بعرفش بعد مرة، بس بعرف إنه في ممارسات اللي مارست مثل ما حكينا نقول قضية الاتساع السكاني، قضية طلع أبسط شيء اللي هو مستوريكم بتعامل مباشر ممكن يكون حكيت لك يعني نقول آخر فترة مثلا كمان كان قضية التوربينات هو المراوح اللي كانت وكمان موجودة يعني على بأراضي زراعية، فنحن جربنا نخوض نقول مجرى يعني مجرى قانوني معين، فعطول كنا نلتقي نصطدم بحيط يعني رصيف، عطول كان اللوم إنه ليش ما عندكش تمثيل قانوني مزبوط، أنت بتعرف إنه خشي بتعمل كل تمثيل قانوني خشي ما بتخدش اللي بدك إياه لأنه في شغلات حتى بالقانون بتشتغل ضدك، فالشغلات يعني هذه بي طبعا بتعمل عندك انطباع وبتعمل عندك انه ايش الامور اللي انا عم بعاني منها مش عم بعاني منها حدا ثاني بمستوطني قريب عليك او مستوطني حدك عرفت كيف. فهي الفكره يعني الفكره طبعا نفس الاجواء بتخيل بالوسط العربي 48 هون هي كثير متشابهه مع بعض. كرامة بنفع أقول إنه في ادعاء مثلا أهل الجولان اشتغلوا على مدار السنين إنهم يكونوا يواجهوا دائما ويرفضوا يوقفوا على أرضية تفرضها حكومة الاحتلال بالتعاطي معهم، واليوم يمكن جزء من السياقات القانونية لرفض المشاريع اللي موجودة أو رجوع للمحاكم هو كمان وقوف على أرضية سياسات الاحتلال نفسها. ما فهمتش فكرتك. حاول أقول إنه دائما كان أهل الجولان يرفضوا جملة وتفصيلة كل سياسات الاحتلال. اليوم مع متغيرات تعرضوا لإلها وتغيرات صارت داخلية كمان وصلنا لمحل إنه إحنا يعني نتحاكم أو نلجأ لا محاكم الاحتلال لا حل إشكالية بالسابق يمكن قبل عشرات السنين أو حتى مش عشرات السنين بعيدة كان في رفض جملة وتفصيلة لإلها. اليوم أكثر عم نروح باتجاه مسار قانوني وفي إشي هون بشبه مناطق 48 أكثر. طلع ما فكش تتجاهل التأثير الزمني اللي عم يصير يعني تأثير الوقت. يعني أنت عندك من 67 أنت محتل ومن الشهر 12 81 أنت حسب قانون الضم أنت جزء من الدولي، فعمليا من 81 لليوم قدش فيه في تقريبا 41 سنة. فطبعا في له تاثير انت بتصير جزء من المنظومه يعني اذا بتقلت اذا يعني انشئت اما بيت جزء من المنظومه بدك تصير اكيد كل التمدن وكل كل الامور هذه هي جزء من كل هذا اللي عم بيصير يعني
فعمليا صح شو عم تحكي مزبوط، انه من قبل كان في، حتى من قبل كانت تصير مشكله حلوة عن شيخ البلد، اوكي كمان توسع السكاني، كمان الناس ما عادش في عنده شيخ، صار كل واحد هذاك بروفيسور بعلم النفس، هذاك دكتور بالنقد المسرحي، فاكيد مش راح يقبل انه يجي الشيخ يحل له مشكلته. ف طبعا شيء له ايجابيته وسلبيته، بس مفهومي الحيلي مفهوم من ونجد الوقت والكبر المجتمع وتعرض المجتمع لا 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 شغلة التحديات والتطور اللي كل حدا صار يروح كمان يعشر المجتمع الثاني، وصار في عندك كمان عالم اليوم ما عادش كنا بسنة 80 يعني إذا ما بتشوفش بنشرة الأخبار شيء معين ما بتعرفش عنه، اليوم فيك تعرف، فيك تفوت لايف تشوف الشارع بطوكيو شو عم يصير فيه بحارة معينة، فكله عم يعملك عم يعمل المحل اللي كان يسمى جولين على بحد جبل الشيخ أو مجد الشمس، اليوم صارت هي جزء من كل العالم، جزء من كل ففكش تفصل حالك، فكش تكون أنت بعدك كيف كنت قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لأنه طبيعي كل شيء حولك عم يتغير، فشي طبيعي بك تغير. وبنفس الوقت شو بتحس أهل الجولان بيعملوا، أو أنت بدوركم كمان عم بتقوموا ولا لتعزز المناعة وتعزز دائما الهوية العربية السورية، وتضل تطلع على سياسات الحكومة لأنها سياسات حكومة الاحتلال؟ طلع اليوم عن كمان يعني أنت عم تشتغل وغيرك عم يشتغل، غيرك عم يشتغل عليك، غيرك كيف هو بده. فاليوم عندك طيارات قوية، اللي كان إنه هو عندك مؤسسات مدنية كانت تشتغل على الأمور هي، مؤسسة مدنية تشتغل على تعمل مخيم صيفي، مؤسسة مدنية تشتغل أنها تعمل دورة موسيقية أو فن أو ثقافي. اليوم عندك المؤسسات المجالس المحلية اللي يعني تمثيل للدولي بتغرقك بتغرقك بالثقافي وبتغرقك بالفن وبتغرقك بالموسيقى، فأنت عمليا ما عادش فيك تقدر تضاهيها من ناحية أنت عندك مؤسسة هل رأس المال تبعك من عند الاشتراك الشهري تبع طلاب، يعني هل هو بيصلش لمية شكلين، يعني بتجي عندك مؤسسة مع مثلا مع ميزانية مليون ونص شكل للفن، نقول أنت عمليا بتلاقي حالك بمحل اللي هو في عندك سوق مش فير، يعني المجارات، يعني عندك مؤسسة مصاري بتجيب أحسن معلمين وبتجيب مبنى مجهز وبتجيب سينما وبتجيب، فمن هالمحل يعني بتشوف أنه صعب اليوم تقدر تشوف اسمه. بس عمليا بعد المؤسسات المدنية مع قدرته البسيطة صار في انتقاء له، ممكن مجموعة معينة من الناس تقول أنا بدي أروح على المؤسسة المدنية وبدي أروح على ما أحلى معلم بعرف شو وين جيبوا البلدية أو بعرف شمين، فلا بيحب يفضلوا يروحوا على شيء اللي هو مؤسسة مدنية اللي هي بتمثل أكثر الشعب وتمثل الشارع بمفهومه التلقائي، يعني بدون سياسيات وبدون شو اسمه اللي هي ممكن تلقاها بحل الثاني. إيش ممكن تكون هذا جواب على سؤالك؟ يعني هذا نفسه كمان ساعد في نجاح مثلا مقاطعة الانتخابات المحلية والمجالس المحلية؟ طلع المجلس المحلي موضوع ثاني، المقاطعة بتخيل انه في هناك شيء مش فير حتى من ناحية تركيبة قانونية، يعني انا انسان ما بحملش الجنسية الاسرائيلية، انا ممنوع اكون رئيس مجلس محلي، مع انه مش بالضبط الموضوع، بس خلينا نقول كطرح فرضي، يعني انا ممنوع اكون، بس انا في صوت لرئيس مجلس اللي هو مجرد انه حامل الجنسية فهو في يكون رئيس، بس انا فيش كون رئيس، انا بس في صوت. طبعا اول سنه بتكون يعني قبل تقريبا 4 سنين ونص اول مره بيكون عندنا مثل انتخابات، فكمان هذه من نوع من التغيير كثير قوي بالمجتمع، فكمان المجتمع كان عنده رد فعل، هذا يعني سببين مهمين، سبب انه هو مش فير اللي عم يصير، سبب ثاني انه هو المؤسسه اللي كانت مرفوضه على مدى سنين طويله بيوم وليله عم يقول لك تعصوت لهي صارت مقبوله عليك، فكان في احتجاج انه ارض محتله وبصيرش يكون فيها مؤسسه اللي هي ممثله للحكومه اللي تعمل تصويت لهون، فكان في نوع من المقاطعه ونوع من الاحتجاج،
الاحتجاج طبعا وصل لمحلات اللي صار فيه مواجهه مع الـ مع الـ مع الامن يعني, وكان في صدام. ونفسها كمان نفس الأسباب اللي هي على خليني أحكي محدودية نجاح موضوع التجنيس رغم كل البرامج اللي بتشجع التجنيس. طلع المحدودية طلع هالشيء له أسباب كثير يعني. اليوم إذا أنا بيجي بحكي بخمس دقائق عن الموضوع بكون مش بعطي حقه. شغلي فيه يعني اليوم بتجي بتطلع أنا مثلا حتى المجنسين من الداخل يعني شو عم بياخذوا. بالعكس هذا الجريمة عم تزيد بالوسط العربي, كلهم مجنسين, كلهم عم يصوتوا للكنيسة, وكلهم عم يصوتوا للبلديات, وكلهم عم يخدموا بالأمن, بس الجريمة عم تزيد, جودة الحياة عندهم عم تقل, التخطيط والبناء عندهم سيء جدا. فمش شايف أي أفضلية أو أي بنفيت عم بيحصلوا له من كل قضية التجنيس والجنسية. وجهة نظري طبعا. في ناس كثير مقتنعه طبعا كجزء من 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 هذه الفكره, وكجزء في كمان التربيه والتمسك بالارض خلينا نقول الجذور تبع الانسان كيف هو بيحدد هويته. وفي مجموعه معينه اليوم طبعا مثل كل محل صار في تقول لا انا بدي اروح, بدي اكون جزء من السيستيما, انا بدي انخرط بالمجتمع الإسرائيلي طبعا. يعني أنا بحكي كل صورة كيف فيه بدون ما عم بجملها يعني, مش عم بعملها مثالية بالمرة, بحكي لها كيف الواقع. أني قل لك في زيادة, في ارتفاع بعدد الناس اللي بتقدم طلبات التجنس, في ارتفاع أكيد نسبيا من قبل 10 سنين. فهي الفكرة النسبة اللي بنحكي عنها 18% للمجلسين من هذا الجنان, هي دقيقة 18 بعرفش صراحة منها. عندنا كان آخر معطيات كانت عندنا من المكتب الداخلية بتخيل 2018 لا كان أقل من هيك بعتقد, بعرفش إذا اليوم 2018 تبع حكي 2018 كان 15% أظن, كان 15% صراحة بتذكر, بتوقع كان أقل حتى من 15 بتخيل كان أقل من 15, مع أنه خذ بالحسبين في كثير معطيات. مثلا نحن طلبنا بالجولان كله, بتعرف الجولان عندك 5 قرى, فأربع قرى ما مش مجنسين, في قرية مجنسة مش من اليوم يعني مجنسية يعني تقريبا بنسبة أكثر من 98%, قرية الغجر يعني. مجلس الشمس في عندك كمان, عندك كمان عائلات اللي اجت من الجليل سكنت هون, عندك كمان اللي الناس اللي بتعرف بس ام تكون من الجليل, ولد بيخلق مع جنسية, فكمان هم ممكن هذه تزيد مش الكل يعني 100%, بتخيل كان اقل من 15 باخر موطن كانت عنا. طب على مستوى اهل الجيران هلا بشكل عام, انت بتحس انه بجانب السياسات اللي عم تنفرض عليهم وبواجهوها, وكمان جزء حتى من الاضطرار يمكن انا بفكر بسميه لانه بتتعاطى مع المحاكم الاسرائيليه ومع السياسات الاسرائيليه تواجهها على ارضيتها, يمكن باخر 10 سنين كمان ما كانش في او تراجع, اذا تراجعت فكره المشروع الجامعي لاهل الجولان او الارتباط في سوريا من جوا او كذا, تشعر بهيك لحظات باهميه وجود مشروع سياسي ولا؟ صراحة أني مش كثير بالمحلها, مش كثير يعني. هل أمر بتخيل أنه يوفيهوش حقه إذا بتحكي عنه بخمس دقائق؟ هل أمر أكثر أعمق؟ فأني بفضل أنه إذا بدي أحكي على شيء أحكي على شيء عن جد بعرف فيه وعندي فيه معلومات, فعمليا أنه بس نحكي أكثر على الفكرة, أن نحكي أكثر على المراوح التوربينات الأمور. رحت على محلي وأكثر سياسي لأني أقل عندي في معلومات وأقل في أعطي في معلومات دقيقة, بس الجو العام والموقف العام هو واضح ما خلال شو حكينا. آخر شيء بدي أفهم منك بس اليوم النجاح اللي ممكن عم نسمع عنه اليوم قبل ما ألتقي فيك على قضية اللي هو إزاحة لموقع المراوح أو الحديث عنها, عن إزاحتها من نقطة لنقطة أخرى هيك؟ لا صراحة بعد اليوم فيش أي نجاح, فيش أي إنجاز, فيش أي شيء من هالنوع. مش هيك واضح معك؟ أنا كنت اليوم عم بلف الجولان في الناس تتداول فعليا أخبار. صح, في فرق بين الأخبار اللي عم تتداول عشانك عم بصير. صح 100%, في فرق. لا طبعا شكرا على السؤال, بس في فرق بين شو عن جد عم بيصير على أرض الواقع. فيش أي إنجاز, فيش أي شيء مؤكد,
في كان قاعدة اليوم لقاء معين بين جهات كان في انطباع إيجابي، هل أنا بعرفه وهل أنا أقول هل متأكد منه، بس إنجاز وهذا لا لحد السبب فكش تحكي على شيء بشكل رسمي من هالنوع، لا بعد بكير كثير على شيء من هالنوع. إن شاء الله طبعاً نحن نتمنى يكون شيء من هالنوع، بس الوقت الحاضر لا، نحن مش هوني. ممنون لك، يعطيك ألف عافية وشكراً جزيلاً.